بسم الله. السلام عليكم يا باشمهندسين، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير وصحه وسعاده. اهلا بيكم جميعا. عليكم السلام باشمهندس محمد. طبعا الناس بدات تدخل معانا اهي، الحمد لله. كله اوكي ماشي. باشمهندس ظهور اهلا بيكم، اهلا بيكي هندسه. طبعا انا كنت بجمع شغل الباشمهندسين اللي بعتوا لي فانا لسه كنت بتابعها دلوقتي. طبعا مشكورين الناس اللي تعبوا بذلوا مجهود معانا في التاسكات، بصراحه يعني مشكورين جدا. هنعرضهم كده بسرعه ونناقشهم سريعا للافكار اللي اتبعتت. تمام. طبعا هنا في طبعا الاسم مش واضح قوي، هنا الاسم مين اللي بعت الصوره خلاص، لكن هنا بروبوزل معمول او ديزاين للنيو كلاسيك خلاص. يهمني فيه التوزيع بتاعته خلاص. هنا التوزيع حط في الجزئيه دي كده. طبعا ده هنا كان مدخل الشقه لو انتوا واخدين بالكم، ممكن اشرحها على بالقلم كده. تمام. قلنا ده المدخل بتاعي خلاص. هنا ده حمام الضيوف، طلع دي فوق كده شويه، ده حمام ضيوف. هنا القطاع ده او الجزء ده اتعمل سفره، وطبعا متوزع الابعاد كده. تمام اوكي. 40 سنتي مع اعتبار ان الكراسي مفروده، خد بالكم من النقطه دي، ان الكرسي المفروض من الترابيزه بياخد حوالي 50 سنتي اوكي، يعني بياخد حوالي نص متر اوكي كده، مش بكتب بس بصعوبه شويه اوكي، بقى نص ايه متر اوكي. فلما نص كمان اوكي 40 سنتي، يعني تقريبا فيها هنا حوالي متر، فده كافي قوي للحركه بمنتهى السهوله. هنا نفس الموضوع، اتحط هنا في بوفيه. طبعا البوفيه هنا بيبقى الحجم بتاعه 60 سنتي. تمام. ده بيبقى 60 سنتي اوكي، والطول بتاعه زي ما انت عايز بقى، بيبدا مثلا من اول متر لحد مثلا 3 متر، يعني البوفيه ده ما عندناش مشكله فيه خالص، حسب الايه المساحه والعرض الجانب اللي عندك هنا كام. هنا برضو مفيش حاجه مستغله محدده. هنا ممكن، احنا قلنا هنا في كاميرا صغيره كده لو انتم فاكرين، فانا ممكن اعمل هنا ارفف كده صغيره بسبوتات، اقدر احط عليها اي فاز او اي حاجه كشكل من الاشكال يعني، او ممكن اعمل هنا ميني بار صغير اوكي، يعني ممكن في الحته الصغيره دي كده اعمل ميني بار صغير كده في ضيف او في حاجه، فانا ممكن يبقى حركه بالنسبه لي سهله، بدل ما ادخل بقى المطبخ اجيب الحاجه وكده، فممكن يبقى في الجزئيه دي عندي، او ممكن يكون بفيه صغير كده او ركنه صغيره ممكن احط مثلا فيها معالق اطباق اي حاجه يعني. فممكن استغل المساحه دي ما تبقاش فاضيه كده. الجزء هنا اتعمل ركنه زي ما انتم شايفين كده، يعني المساحات معقوله 70 70 67 اوكي جميله جدا، بس المساحه دي مهدره، يعني المساحه دي كده مهدره. في شباك عندي هنا، لكن المساحه دي مهدره، فانا ممكن، لان طبعا الجزء ده مش قطعتين بصراحه، فانا ممكن حد حاجه من الاثنين، يا اما اكبر الركنه دي شويه واخلي مثلا التلفزيون، طبعا هنا التلفزيون برده حقه مهدر، لان هنا مكان التلفزيون مش موجود اوكي، مكان التلفزيون مش موجود، هي الفرش كده مظبوط، بس انا عندي هنا مكانين للتلفزيون، يا اما التلفزيون يبقى هنا في الحته دي كده خلاص، يا التلفزيون في اي جزء من الايه من الحيطه دي، ممكن يكون على العمود هنا، ممكن يكون على الحيطه هنا في اي جنب. فممكن اخد انا الجزء ده بقى كده، ممكن اعمله كده، ممكن اخد الركنه دي كلها كده. تمام. ده رايي انا يعني، ويت وارده كده، او ممكن اخد الجزء ده كله كده، فهمنا حاجه؟ يبقى بالنسبه لي كده ايه القعده بتاعتي او الركنه بتاعتي خلاص، واخد الجزء ده استغله بقى في ايه، في ممكن اعمل مكتبه، ممكن اعمل شغل على الحيطه، ممكن احط التلفزيون هنا، احط التلفزيون هنا، ما عنديش مشكله. فانا ممكن استغل المساحه دي. في نفس الوقت برضو لو انا عندي ضيف قاعد هنا مش جارح المكان، يعني انا لو قاعد كده هو كده برضو مش جارح، يعني هو كده برضو وشه هنا، بس برضو لما يبعد هنا او هنا هو مش جارح، لان هو ايه يعني مش جارح المكان قوي، فممكن استغل النقطه دي. ده فكره تعديل برضو بسيط على النقطه دي. هنا باشمهندس وعامل شاشه على جدار السفره. جميل باشمهندس محمد، معلش ما خدش بالي من النقطه دي. هو كده عامل هنا بارتيشن اهو. تمام كويس. طبعا انا كمان مش واضح جزئيه البارتيشن دي اوكي، ده بارتيشن اهو، وعامل شاشه بحيث القعده تبقى وشها هنا. يبقى انا ممكن اكبر الركنه دي شويه، يعني ممكن ايه نمسح بقى الكلام ده كده بدل ما هو عامل النقطه دي. تمام. الكلام اللي احنا عاملينه ده كده اهو ماشي. يبقى انا ممكن ايه اخلي الركنه عندي بقى كبيره شويه، انا ممكن اخلي الركنه برضه تشمل الجزء، او اعمل قاعده هنا صغيره، ركنه ثانيه كده صغيره. تمام. حاجه زي كده مثلا خلاص. يبقى كاني قسمت ايه، استغليت مساحه. تصميمك ده باشمهندس نهى. تمام باشمهندس نهى، هي بتعلق على النقطه دي. تمام كويس والله، انا بس الاسم مش مكتوب عليه فانا بشرح عليه. تمام اوكي. طب كويس جدا، هي عامله هنا بارتيشن اوكي، في تلفزيون، جميل جدا مفيش مشكله خالص. تمام زي الفل. بس احنا القعده دي الحته دي بقى غير مستغله، حته فيها ركنه صغيره كده خلاص، او كرسيين وترابيزه ماشي، يعني ممكن الكرسيين والترابيزه دول يرجعوا ورا هنا
اوكي، كرسيين كده حلوين فخمين كده يتحطوا هنا، وبترابيزه برضو تبقى ايه قاعده صغيره كده بقى ايه جنب الايه الجزئيه دي، مع شويه الزرع وكده، وجنب باب البلكونه قاعده برضو كويسه. لكن التوزيع ممتاز، برافو عليكي، وده انسب حاجه طب من وجهه نظري بصراحه. كوفي كورنر، ما احنا عايزين بقى حاجه جنبه هنا بشمهندس، يعني الكرسيين دول يرجعوا هنا ورا، تمام؟ يعني الكرسيين دول يرجعوا هنا ورا، بقى كرسي هنا وكرسي هنا، اوكي. يعني دي عارف في بعض الناس بيحبوا قعده العصاري كده شويه، خصوصا ان انا عندي هنا قدامي فاضي، يعني انا قدامي هنا فاضي مفيش حد جارحني، فانا ممكن اقعد هنا براحتي استغل المكان ده واعمل القعده بتاعتي هنا برضو حاجه كويسه جدا. ده مجرد طبعا راي، وافكارك طبعا ايه ليها او رايك انت في الاخر برضو ليك ايه فكرك يعني، تمام يا باشمهندسه؟ طيب يبقى ده كده النقطه، ده التصميم كويس مش وحش مظبوط، ده اول تصميم بتاع باشمهندسه نهى. الجدار اللي جنب العمود، سؤال باشمهندسه نوح، انهي جدار اللي جنب العمود؟ ما انا عندي جدارين هندسه، اللي عند السفره. طب لحظه واحده، قصدك على الجدار ده اللي انت عاملاه البارتيشن، ولا قصدك الجدار ده؟ يعني قصدك على ده هندسه رقم واحد، ولا رقم اتنين البارتيشن اللي انت عاملاه اللي فيه الهيدن الجزء ده؟ تمام، ما هو ده احنا ممكن نعمله. بص شايف الشكل ده كده، بص يا مرتولي كده شايف الشكل ده كده، تمام؟ ممكن يتعمل حاجه زي كده خلاص، ممكن يبقى تعمل لي جزء كمان تحت، ممكن تعمل لي ارفف ازاز مع سبوت، فهمتيني يا باشمهندس نهى؟ تمام، يعني ممكن وانا انت عايز ازاز ثابت، يعني ايه ازاز ثابت؟ مش قصدك ارفف ازاز يعني؟ ارفف زي كده بس يكون ازاز بالشكل اللي هي موجود عندنا ده كده؟ ممكن، ما ده اللي كنت بتكلم فيه، انا كان ممكن اخد الجزء ده كده، تمام، الجزء اللي داخل ده واعمله ارفف مع اضاءه. عليكم السلام باشمهندس فريال، اهلا بيكي. ممكن اخده كده اعمله ارفف واعمل اضاءه، ممكن يبقى نفس، بص يبقى كده نفس حتى الشكل ده كله كده، ياخد برده حتى ايه جزئيه تحت كده لو في ستورج تحت كده، او مخزن او خزنه صغيره كده ممكن احط فيها حاجه، نفس القصه دي كده ممكن تاخد معايا الشكل ده في الجزئيه الهيدن اللي هنا دي، لان طبعا هتخدم على السفره طبعا كويس جدا يعني. تمام كده باشمهندس نهى، اوكي، ليك اي ملاحظات ثانيه؟ طبعا اتحط هنا ستايل الفرش كويس، هو ده فعلا ده النيو كلاسيك، تمام، بيبقى فيه بانوهات بالشكل ده، ده اسمه بانو اللي هو المربع ده اسمه بانو، خلاص. البانوهات، الترابيزات فيها ديتيلز، اوكي، الترابيزات برده هنا سواء هنا او هنا، الكراسي برده فيها ديتيلز، اوكي، ماشي كويس جدا، تصميم ممتاز هنا برده، سوري عفوا، الكوفي بريك دي، تمام، نقفل بقى كده شويه. الكوفي بريك كده لو بصينا عليها بتطلع لفوق كده الكورنر، بس دي كلاسيك قوي ماشي، بس شغاله برضو جزئيه الزرع ماشي، والطبلوهات جميل جدا كويس جدا، برافو عليك يا باشمهندسه، مجهود تشكري عليه يا باشمهندسه نهى. طيب تعالوا نشوف مين تاني برضو معانا يا باشمهندسه نهى، بشوف الصور كده سريعا هنا. باشمهندسه زهور موجوده معانا، باشمهندسه زهور، انا كده الاسم صح ولا انا ناطقه غلط؟ باشمهندسه زهور عفوا، نكبر كده الصوره شويه، تمام ماشي، اوكي يا باشمهندسه. ده التيرس، اوكي ماشي، هنا الجزء ده طبعا ده مش كبير قوي يا باشمهندسه ظهور، لانه التيرس قليل، لان دي قافله عن هنا على طول خلاص، فدي الحته دي صغيره شويه ومش بالحجم ده كله. في كنب وتي في وهنا بوفيه وهنا سفره، ماشي السفره هنا، بس اعتقد ان السفره بالعرض هتبقى افضل، يعني لو عملت السفره كده خلاص تمام، اعتقد هتبقى افضل وهتوفر لي المساحه دي، يعني انا في الحركه هنا خلاص هيبقى اسهل لي من السفره دي، اوكي تمام. الجزء ده كبير شويه، ممكن اصغره سنه، يعني ممكن يبقى لحد هنا كده ماشي، لحد هنا كده الركنه دي، تمام. الكنب والتي في ماشي، بس التي في بقى يجي على الحيطه، يعني ممكن اركن التي في على الحيطه كده هنا خلاص، يبقى في هنا قاعده للتلفزيون وهنا قاعده ممكن تكون عليها خاص يعني، اوكي ماشي يا باشمهندس. ممكن في قعدتين، هي ممكن تكون هنا بقى هنا التي في عندي هنا كده في الحيطه في الكورنر ده كده، وفي ركنه قدامه كده، طبعا بقرب المساحات شويه اهو، ادي الركنه بتاعته، اللي عايز يقعد يتفرج على التلفزيون اوكي، واللي عايز يقعد مثلا قاعده كده ايه منفصل عن بتوع التلفزيون والدوشه بالذات لو في ماتش والكلام ده ممكن يقعد هنا براحته، وفي ممكن يكون قعدتين هنا في المكان. تمام باشمهندسه، مشكور طبعا على مجهودك. طيب مين تاني هنا باشمهندسه؟ بشرى بعتت برضه ديزاين من عندها، تمام باشمهندسه بشرى، باشمهندسه بشرى هي الدنيا زحمه قوي، مش عارف يعني حاسس ان الدنيا زحمه قوي شويه، لان خدوا بالكم من حاجه يعني برضو انا عايز ايه افهم حاجه
تمام باشمهندس ابو بشرى، اوكي. لو انا جيت بصيت، وعليكم السلام باشمهندس ايمن، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو انا جيت بعد برضه الابعاد دي بتفرق معايا كتير قوي، كنت حاطط دايمنشن هنا مش حاطط دايمنشن مفيش. طيب نحط احنا دايمنشن كده بسرعه، لما اقيس المساحه من هنا لهنا، خلاص من هنا كده لحد الاخر كده اهي ماشي، دي حوالي 4 متر. 4 متر تمام. حاضر باشمهندس، مش هبص عليه. حاضر. لازم الابعاد الداخليه دي مهمه جدا 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 بالنسبه لي ماشي. الابعاد الداخليه دي مهمه جدا جدا، لان بناء عليها بفرش، خلاص بناء عليها بفرش. فعندك هنا حوالي 2 وربع، مش هقول بقى 32 يعني 2 وربع، لان مش هجي على الحافه بالظبط. في حوالي 4 متر، يعني 2 وربع في 4 تمام، دي مساحه. طيب عندي برضو نفس الجزئيه دي كده، لو انا خدت الاجمالي ده كله من هنا لهنا خلاص حوالي 5 متر. 5 متر ممكن يبقى فيه مكان كويس، مجلس كويس، او انتري مثلا مع جزء. طبعا سيبك من الكلام اللي هو كاتبه ده، لو فرشوا حاجه واحد بيعملوا حاجه ثانيه، احنا شغلنا احنا بنعدل اللي هو بيتكلم فيه ده. ودي المساحه دي مثلا كده اهي، ممكن اخدها اجمالي كده خلاص 2 متر 60، وادي العمود بتاعي ها تمام، يبقى عندي كده ايه 60 سم، يعني دي حوالي 2 متر خلاص، دي 2 متر. وبرده اخد الديتيلز بتاعتي دي كلها برده من هنا لهنا كده اهي، الديتيلز بتاعتي ماشي، دي حوالي 3 متر، وهنا حوالي ها تمام الجزء ده مثلا حوالي دي كام متر، 88 خلاص. والمسافه دي كلها من هنا لهنا خلاص 3 متر 67 اوكي. يعني انا ممكن اخد المكان ده كقاعده واحده او قاعدتين، قاعده هنا كبيره وقاعده هنا صغيره خلاص اوكي، مع التيرس باعلانات المحاضرات باشمهندس بقى، مش باشمهندس عمر او باشمهندس احمد، اي حد من الفرنسيين معانا ممكن يبعت رقم الواتس دلوقتي او لينك رقم الواتس اوكي ماشي. باشمهندس محمد تمام يا هندسه، اي حد بس من الساده باشمهندسين المشرفين على الجروب هم ممكن يبعت دلوقتي اللينك بتاع رقم الواتس على طول. حاضر. والجروب برضو بتاع الفيسبوك يعني ممكن يبعت لينكين عليهم على طول ان شاء الله. انا غالبا هاخدهم بعد كده كوبي بيتعمل عليهم يعني. خلاص تمام ماشي يا هندسه، شكرا يا هندسه. تحت امرك. هنا برضو تيرا زي ما انتم شايفين. ادي الواد باشمهندس عمر مشكورا، بعت اللينك بتاع الواتس اهو، شكرا باشمهندس عمر. هنا برضو عندك التيرس اهو، طبعا التيرس هنا كبير مساحته ما شاء الله. انا بحاول اخد المساحه العدله مش كده، انا حوالي 2 متر في 2 متر تقريبا يعني، فمساحته حلوه جدا، تعمل فيه مجلس جميل قوي، كرسيين، ممكن تعمل فيه ركنه كمان، بس ركنه طبعا ميني ركنه مش ركنه كبيره يعني اوكي. ممكن اخد ركنه مثلا متر ونص في مترين، تبقى حلوه جدا في البلكونه لو انت عايز تخلي البلكونه حاجه سبيشال او قاعده خاصه لاصحاب البيت يعني، بحيث ان برده مش مجروحين قدامهم، فالقعده في البلكونه برده ممكن تبقى عامله جو كويس. فانا كل الحاجات دي تفرق معايا في الابعاد، عشان لما اتكلم في بعد او فرش يبقى عارف الدنيا عندي. ليه انا بقول الكلام ده بقى كده؟ ده بقى اجمالي 7 متر وايه؟ و30. لما يكون عندي دي 4 متر، 4 متر حسب التصميم اللي محطوط ده، هحط دول في 2 في ال 4 متر ازاي؟ يعني عندك هنا بوفيه ده 60 سم. ده 60 سم. وادي السفره لو بتتكلم في 6 كده على الاقل، دي مثلا هقول لك كام؟ يعني متر 60، يبقى 60 ومتر 60 2 متر تمام؟ 20 ماشي. هتحط دي قد ايه بقى كمان؟ يعني الكرسي ده على الاقل فيه 60 سم تمام، غير 60 كمان ادي كده متر 20، متر 20 في 2 متر، الدنيا بقت صعبه قوي يعني، المساحه مش هتجيب المجال ده كله. فاهمين يا باشمهندسين؟ يعني المساحه هنا يعني انا يعني بوضح لكم الكلام ده عشان اقول لكم انا ليه بقول لكم دي زحمه قوي. خلاص؟ يعني دي زحمه قوي ليه؟ لان انا بوضحه كده. فهنا لا، السفره ممكن تبقى بالطول كده واوفر مساحه هنا كويسه، واقدر برضو اللي قاعد يقدر لو هو بيستخدم السفره يستخدمها باريحيه عاليه، يعني يقدر يرجع بالكرسي وده وسع وكده، ما يبقاش هنا عايز ياخد حاجه من البوفيه يبقى عنده حريه حركه. فهنا زحمه شويه، فهنا اكتفي بالسفره، اعتقد هتبقى مناسبه اكتر. اوكي؟ تمام؟ بالنسبه للجزء ده ممكن تاخد القطعتين دول، ماشي فكره كويسه. بس برضه حاسس ان هم زحمه شويه، يعني ممكن احط ركنه كده اوكي، وهنا ممكن احط مثلا 3 4 كراسي بكنبه كده صغيره، يعني ممكن احاول الم دين هنا التي في اهو، يبقى هنا في ركنه للتلفزيون وهنا ركنه للمجلس العائلي او زي ليفنج كده صغير يعني. هذا برضه فكرتك كويسه، لكن بالراي طبعا المساحات بتاعتنا او المقاسات، يعني ممكن تمشي الحته دي اوكي، انا ما عنديش مشكله ممكن امشي الجزء ده، انما هنا حاسس ان هو في صعوبه شويه في الحركه. الجزء بتاع التيرس حلو، فرشه اهو في كويسه، قاعده كويسه، 3 كراسي وطقطوقه وترابيزه، حلو جدا مفيش مشكله فيها خالص، برضه فكره كويسه. تمام باشمهندسه مين؟ باشمهندسه بشرى اوكي. طيب نشوف مين تاني بعت. احنا بنتناقش عشان نفهم احنا بنقدر نفرش او نشتغل ازاي. باشمهندسه بشرى بعتت صوره ثانيه اوكي. تمام. ده اللي انت بتقول عليه باشمهندسه بشرى، التعديل اللي انت عملتيه باشمهندسه بشرى اوكي.
ده التعديل اللي انت بعتيه صح؟ تمام باشمهندس ايمن، هشوف، انا بشوف التاسكات لسه حالا اهو. اه ده التعديل. ده افضل طبعا، ده افضل كتير ومتنظم ومتنسق كويس. تمام كويس جدا. بس ليه كرسيين هنا؟ ممكن بقى نوفر دي خلاص نعملها كرسي واحد، يعني الزحمه حاسس برضه هنا في زحمه شويه. اوكي الركنه هنا تمام، مش لازم كرسيين للركنه، يعني حاول تخلي الكرسيين للقعده دي وكبر الكنبه دي شويه. فهمتيني يا باشمهندسه بشرى؟ يعني انا ممكن استغنى، انا بحاول بس ان انا ايه اظبط الدنيا شويه، انا ممكن استغنى عن ترابيزه من دول اخلي واحده بس مشتركه من الاثنين. تمام؟ واخد الكنبه دي تكمل معايا هنا، يعني اكبر الكنبه دي كده شويه خلاص، واحط الكرسيين بتوعي يبداوا من هنا. اوكي اهم ادي الكرسيين بتوعي، وهنا ترابيزه في النص دي تقرب كده شويه، واسيب دي مساحه مفتوحه عندي، ممكن اكبر شويه هنا ايه في الركنه ولا حاجه بحيث ما يبقاش فيه. تمام؟ يعني ممكن يبقى الجزء ده مستقل، ممكن ارجعهم بس حتى اخليهم في النص هنا حتى كده اهو، في النص ما بين الاثنين، واوفر مساحات هنا اكتر، هنا 50 سم وهنا كده عشان برضو ابعد عن التلفزيون واظبط الدنيا عندي. فممكن دي افك الدنيا شويه، بس عامه الشغل ما شاء الله ممتاز. برافو عليك يا هندسه. زي الفل، ومش لازم الكسره دي قوي، انا ممكن انزل عدل وخلاص، يعني ممكن امشي بيها عدل كده وخلاص اهو. تمام؟ مش لازم الكسره بتاعت النيول دي. اوكي؟ تمام؟ وعليكم السلام باشمهندسه رنا، اهلا بيكي. المحاضره هذه اول محاضره او ختم بس محاضره لا ده دي المحاضره الرابعه باشمهندسه رنا. دي المحاضره رقم 4. تمام؟ بس المحاضرات موجوده على الجروب على الواتساب وعلى موقع بيم اريبيا على اليوتيوب. تمام كده يا باشمهندسين؟ فدي يا باشمهندسه بشرى معايا؟ باشمهندسه بشرى معايا؟ تمام صحيح، انت عايز تشتغلي مع تعملي محاكاه للواقع، اوكي مفيش مشاكل عندنا خالص، بس احنا بنتكلم عن استخدام، مفيش حد يقعد في حته الزاويه دي يعني، فهمتيني؟ يعني هو دايما غالبا بيحط الجزء ده كده، ممكن احط اي حاجه هنا فاز او اي حاجه تقطوعه صغيره على شكل مثلث لو انت عايز تحط الديزاين، بحيث ان انا اقدر استغل المجلس ده احد يقعد هنا. اوكي؟ او ممكن تقفليها لو انت عايز تعمليها بميل حاجه ثانيه، بس يعني عموما التصميم في حد ذاته ممتاز جدا، برافو عليك. يعني بس ايه الزحمه، عايزين نفك الاشتباك اللي هنا. برافو عليك يا باشمهندس بشرى. طيب مين تاني بعت؟ طيب عندنا باشمهندس هنا برضو فيها فكره ريسبشن بس مش كاتب اسمه مين، وبعت فكره ريسبشن. يا ترى الاسم مكتوب ولا لا؟ ده هو الاسم مش باين خالص، الاسم مش باين، هو طبعا اصلا محتاج ده يتلف كده في اي اتجاه بقى كده ولا كده. باشمهندس محمد ابو بكر تمام. هو بص يا باشمهندس محمد، انا حاسس ان في لخبطه في التصميم. تمام؟ مش عارف ليه. طب انا بص اقول لك على حاجه، انا هحاول الفه كده اعمل له روتيت كده في البلكونه هنا. ماشي بص كده يا باشمهندس محمد معايا. هو في بس هنا في مشكله بسيطه قوي. ايه هي؟ ان انا عندي اساسا ان ده باب الشقه، الحمام تمام هنا، ده الحمام خلاص، فدي طرقه، ده مدخل، ده كوريدور. ماشي فهمتني باشمهندس محمد؟ فده المدخل بتاعي من بره من هنا. اوكي؟ وده باب الشقه، ده باب الشقه، ده دخول باب الشقه كله، وده الطرقه، وده هنا في حمام، حمام بقى كده اهو، ده الحمام بتاعي. تمام؟ عملت انت هنا ركنه ماشي بتلفزيون، اوكي مجلس، حطيت السفره هنا، وعملت بارتيشن للركنه ثانيه على العمود ده. وده ايه ده بقى؟ ايه ده؟ السفره دي مع البوفيه، تمام، مع ميني بار، جميل. انت مدي الديزاين بتاعها والفكره بتاعتها فوق اهي، هنبص عليها سوا مع بعض. يبقى انت كده عامل سفره اهي، تمام. اهم حاجه بقى يا باشمهندس محمد، الفكره اللي احنا بنتكلم فيها ان لازم احط الحاجات دي بمقاسات فعليه عشان تطبق على الواقع. تمام؟ لازم احطها بمقاسات فعليه عشان تطبق على الواقع. اوكي؟ يعني لازم اعرف السفره دي عرضها كام خلاص، والمساحه بتاعت البوفيه كام، لازم الابعاد دي كلها، والبارتيشن قد ايه، كل الحاجات دي كلها طبعا مهمه جدا في التصميم. طبعا انت حاطط ديزاين بارتيشن خشب اهو، اللي هو الجزء ده كده بتي في، تمام جميل قوي، بمكتبه التلفزيون. اوكي؟ لا انا مش قصدي على المقاسات، لا انا بعتها، انا بتكلم على المقاسات بقى، السفره نفسها فرش، مقاسات الفرش. تمام؟ يعني توزيع مقاسات الفرش نفسها على اللوحه. فهمتني باشمهندس محمد؟ يعني عشان كده قلت بعته ملفات الكاد ابص عليه، لان عايز اقيس من هنا لهنا، انا مش عارف من ظهر الكرسي هنا لحد هنا كام؟ هل المساحه دي تكفي حد يعدي؟ بعت الكاد، طب هنبص عليه. تمام؟ فالفكره بقى انا ابص الحركه، لو انا سحبت الكرسي ده كده وحد قاعد، هل اعرف استخدم هنا؟ اعرف اعدي؟ محمد ابو بكر هبص عليه، حاضر. تمام؟ هي بس الابعاد اللي بتحكم معايا التفاصيل دي، لكن برضو فكره تحترم وشغل تمام، الله ينور عليك. تمام يا باشمهندس. اوكي ده برضو نفس البارتيشن اهو، ده فكره البارتيشن، وهنا المجلس ده
خلاص هنا دي فكره المجلس هنا، وده البارتيشن اوكي، وده السفره تمام، وده ده بتاع ايه بقى؟ الفاز الزرع تمام جود، وهنا برضو ترابيزه صغيره بالفاز بتاعتك حلو جدا. عندك البلوكات دي يا باشمهندس محمد؟ عشان لو حبينا نشتغل حاجه زي كده نلاقي البلوكات دي هنا برضو كده، ده موجود اوكي، وده فاز الزرع هنا نوع ده في البلكونه ماشي، ده خارجي تمام. باشمهندسين تيك كير، ناخد بالنا من الكاميرات لو سمحتوا، لو سمحتوا ناخد بالنا من الكاميرات لو سمحتوا، الاستخدام كده معرفش الفيديو، ايوه كده ناخد بالنا بالكاميرات لو سمحتوا اوكي ماشي، حرصا طبعا خصوصيه اوكي. طيب هنا برضه الجزء الثاني باشمهندس محمد، برافو باشمهندس محمد الله يبارك لك، ممتاز ممتاز محمد ابو بكر تمام. هي بس الفكره ان ايه، نبص على ابعادها، نبص عليها دلوقتي. اقدر اخلي الجدار الثاني من التراس ازاز وتكون السفره مطله على التراس، راح يكون المكان شرح وجميل، مجرد فكره. هي في فكره بس بمتصفح في ريال، انا معاكي في ان انت بتقول، بس انا المشكله عندي في حاجه بقى تمام. لو انت انا فاهم انت عايز تقول ايه، انت قصدك على الجدار ده، الجدار ده صح كده؟ للاسف الجدار ده عمود يعني هو ده عمود، ما مش هقدر اعمل فيه حاجه يعني، هنا عمود ما مش هقدر اشيله، ومش هقدر اخليه ازاز يعني اوكي تمام. يعني للاسف هنا عمود انا ما اقدرش ان انا اتحكم فيه او اشتغل عليه اوكي، فده هيبقى بالنسبه لي صعب شويه. لكن الفكره طبعا حلوه، لكن للاسف ما مش مناسبه ان اطبقها هنا، او من التصميم ده مش جاي. مش مهندس سمر، مش مهندس محمد ابو بكر، انا بدور بس فين الفايل كاد، فين مش مهندس محمد ابو بكر، انا بدور على الفايل كاد سمر باكيت كاد. مش مهندس محمد ابو بكر، انا نزلته على ماكس، اسمه ماكس تاسك، فين لحظه واحده كنا نزلته انا مش واخد بالي، ماكس تمام تمام باشمهندس محمد فعلا هو نزل اهو، هنبص عليه سوا برضو لان الكلام ده بيفرق معانا في الشغل بتاعنا. باشمهندسين يا ريت ناخد بالنا من موضوع الفيديو لو سمحتوا بليز تمام، نقفل الفيديوز عندنا. عايز اعمل ستوب فيديو. باشمهندس اللي ماسك ال الهوست يا ريت يعمل ستوب فيديو لو سمحتوا اوكي، اللي ماسك الهوست تمام، اشكركم جدا. باشمهندس محمد نفتح له بقى الشغل بتاعه اهو، باشمهندس محمد ابو بكر تمام، ممتاز يا هندسه. لا وتصميم الشغل طبعا عشان الصور مش موجوده فهو ايه مش قاريها تمام، حلو قوي. ايوه انا عايز بقى الشغل ده كده. طب لما اجي اقيس بقى الابعاد بتاعتي دي عشان ابقى فاهم بقى القصه دي عامله ازاي، ده فلايرز تمام. ماشي، لو انا قفلت اللايرز دي كده هتقفل معايا ولا هتقفل حاجه ثانيه؟ ماشي اوكي، انا عايز بقى افهم الابعاد دي كلها ايه. لما اجي ابص مثلا على البعد ده، انت واخد مثلا بعد هنا قد ايه ماشي، ده 50 سنتي اوكي. طب البعد بقى من ظهر الكرسي، خد بالك الكرسي ده مقفول، ده 46 سنتي. طبعا هنا هيبقى في مشكله، اللي قاعد لو سحب الكرسي ده لورا هو قفل على هنا، فهمتني باشمهندس محمد؟ يعني لو الكرسي ده عشان تقعد انت بتاخد على الاقل 50 سنتي، يعني نص متر سحبه الكرسي لورا بعيد عن السفره بيبقى حوالي نص متر. فانت لو جه حد يقعد هنا لو سحبت الكرسي كده خلاص هو ايه قفل هنا، فما فيش هنا تعديه خلاص المكان قفل اوكي. وهنا نفس الموضوع كده، لو خدت المسافه هنا طبعا بالنسبه لي هنا لو استار حد الحيطه بالظبط عشان اشوف بس الابعاد، 56 حلو جدا. وهنا في حاجه تقريبا في الحيطه مش باينه قوي، عاوز ابقى اشوفها، بارتيشن ده ولا ايه، ممكن ابقى اشوف الصوره الثانيه اوكي. طيب السفره كلها قد ايه بقى من هنا لهنا من اجمالي تمام؟ متر 23 معقوله، متر 23 معقوله اوكي تمام. وهنا نفس الموضوع في الكرسي كده 40 سنتي كده. مش مهندسه ندى بتقول لي قرص السفره صغير شويه، هي دايما كراسي السفره تبقى صغيره لان عشان حاجه، بس احنا بنفكر في اللي قاعد، يعني لو اللي قاعد طويل هيرجع بالكرسي قوي عشان رجليه، ولو اللي قاعد مليان شويه برضه هيرجع بالكرسي قوي عشان قاعد مرتاح تمام خلاص اوكي. يعني مش عايزين واحد بقى قاعد كده بقى كرش كبير ما شاء الله كده قاعد لازق في السفره، لا هتلاقيه راجع بالكرسي قوي. فانا غالبا بدي للكرسي 50 سنتي حركه، يعني نص متر حركه، مع اعتبار طبعا هو بيبقى ايه بقيت جسمه طبعا هي رجلين تحت الترابيزه، فاوريدي بيبقى نص متر اللي هو ايه الحركه بتاعت الكرسي للخارج، ده اقصى حاجه يعني. ف 46 معقوله مش وحشه ماشيه كويس. العرض كله طب هو باشمهندس محمد ما شاء الله يعني مظبط الدنيا، السفره كلها عندي قد ايه تقريبا كده اهي، متر 78، لا معقوله المساحات، المسافات معقوله تمام. صحيح هي يعني مضغوطه شويه
بس لا معقوله تمشي. وهنا برضو البارتيشن قد ايه؟ 2 متر 46 كويس، بارتيشن كويس تمام. الكراسي والحاجات دي كلها لو انا بفرشها هنا 64 حلو جدا، ده مقاس الفعلي الواقعي فعلا صحيح. هنا متر 20 تمام اوكي، وهنا متر 80 تمام، وبرضه هتلاقي نفس العرض ده، دي ترابيزه في النص اوكي 63 سنتي. ممكن نصغر الترابيزه دي شويه تمام، نصغرها شويه ليه؟ عشان حركه هنا، يعني الحركه دي كده مثلا اهي دي 50 سنتي، طبعا المساحه مش وحشه تمام، لكن الفكره ان انا ايه ممكن اصغر عرض الترابيزه شويه هنا 50 سنتي، عشان هنا برضه البارتيشن اوكي 24، فانا ممكن ال 63 دي ممكن اخليها 50 سنتي معايا يا باشمهندس محمد، يعني ممكن الترابيزه تبقى 50 سنتي، هتوفر لك هنا مساحه ويبقى في حريه حركه هنا حلوه جدا في الدوران حوالين الترابيزه. طبعا ده مرتاح ما فيش فيه مشاكل، الاحجام بتاعته تمام اوكي. ممكن نضم الكرسيين عشان يبقى ايه المجلس كله حته واحده، ماشي جميل جدا يا باشمهندس محمد برافو عليك. توزيعه وابعاد ممتازه ممتازه بجد، شغل تمام الله ينور عليك. انا اهم حاجه عندي الابعاد دي عشان ايه التنفيذ ابقى فعلا ماشي مظبوط اوكي. ده برده 50 سنتي اوكي تمام، في العرض بتاعه كله هنا قد ايه؟ متر 79، انا عندي هنا حوالي 2 متر وشويه، احنا كنا لسه بنقيسهم على المشروع بتاعنا صح؟ 2 متر 35 حلو جدا، لما انت تاخد من هنا متر 79 جميل جدا مش وحش. انا سمك برده كل الحاجات دي، عشان كده بقول لك في الكاد احنا بنقدر نحكم شغلنا نبقى عارفين بالظبط احنا شغالين صح ولا غلط. 65 كويس جدا. الطول بتاعي بقى على الركنه كلها من الاول للاخر، الحجم ده يهمني تمام، ده 2 متر حلو قوي خلاص، ومن الاول برضو للاخر الطول بتاعي كده اهو كده كام؟ 2 متر 79. بالنسبه للابعاد بتاعتي كده ده 4 متر، 4 متر وعندك يبقى المسافه من هنا لهنا، طبعا من اقصى مسافه هنا لاقصى مسافه هنا، عفوا من اقصى مسافه من هنا لحد هنا كده 64 سنتي. لا حلو جدا جدا جدا، توزيعه ممتازه يا باشمهندس محمد، توزيعه باب الشقة لا باب الشقة هيبقى العكس، باب الشقة هيبقى العكس، يعني باب الشقة هيبقى معمول ده ميرور كده تمام من المنتصف كده باب الشقة اف 8 اهو، ده هيبقى باب الشقة اوكي تمام باشمهندس محمد، ده باب الشقة فتح باب الشقة كده اوكي. فباب الشقة هيبقى بالنسبة لك المدخل على هنا على طول كده، دايما الباب يبقى داخل على ايه الواجهة دي تمام باشمهندس احمد اوكي تمام. شغل مظبوط يا باشمهندس محمد، توزيعه حلوه جميله ما شاء الله زي الفل تمام، والابعاد عندنا مظبوطه واستغلال ممتاز للمساحه برافو عليك تمام برافو عليك. رغم ان انا برضو خد بالك من نقطه، انا كنت بميل ان السفره تبقى الناحيه دي، لكن توزيعتك برضو كويسه بحيث ان انا برضو خد بالك ان يعني ده حمام خلاص ضيوف ماشي، المجلس هنا انتري اوكي برضه مفيش مشاكل، وقاعده هنا برضه كويس مش وحش، توزيعتك برضه حلو. يعني انا كنت دايما بميل ان السفره تبقى هنا قريبه من المطبخ على طول، لان باب المطبخ هنا قريبه، لكن فكرتك برضه كويسه حلوه مقبوله وجميله زي الفل تمام يا هندسه. شكرا باشمهندس محمد على مجهودك بصراحه، حاجه جميله جدا رائعه يعني. طيب مين تاني عندنا نشوف الشغل بتاعه؟ باشمهندسه زهور شفنا الفكره بتاعتها، مين باشمهندسه مين بقى ده؟ مين اللي احنا اتكلمنا عنه ده؟ بتاع شرحنا ده قبل كده صح؟ ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده ماشي. تمام باشمهندس محمد، ممكن تبعت لي ونتكلم فيها، يعني ممكن تبعت الشقه كلها عاوزين نتناقش فيها ونتكلم فيها في نفس الفايل برضه. طيب حاضر هنبص عليه. طيب نشوف بس بقيه الزملاء، باشمهندسه ايمان، باشمهندسه ايمان عشان زعلانه، باشمهندسه ايمان فين؟ باشمهندسه سمر، عندي باشمهندسه سمر هنا، باشمهندسه سمر تمام اوكي. هنا توزيعه بتاعتها عملت هنا صالون وهنا ركنه وهنا سفره، ده توزيعه كده بلوكات على طول، هنا النيش وهنا البوفيه تمام. طبعا يفضل باشمهندسه النيش يكون هنا، لان عندي هنا طول 4 متر اكتر من العرض، فممكن اخلي النيش هنا والبوفيه هنا ما عنديش مشكله، والسفره في النص يبقى افضل ما يبقاش ايه قافل المنطقه قوي. ده بالنسبه لباشمهندسه سمر، صالون اوكي، انتريه وركنه اوكي تمام زي الفل، ما عنديش مشكله خالص تمام التمام ماشي يا باشمهندس. ده فكر الباشمهندسه سمر تمام. طيب مين تاني؟ مين تاني عندنا؟ عاوزين بقى نشوف بقيه الباشمهندسين، باشمهندسه بشرى خلاص شفنا شغلها. في ابارتمنت بقى المنبوعات بي دي اف، اشوف مين؟ باشمهندسه ايمان مش موجود. طب لحظه باشمهندسه ايمان، ادي الواتس اهو اللي احنا كنا بنتكلم فيه. باشمهندسه ايمان انا ما عنديش لسه
الشغل بتاعنا ده فين، انا بدور هو فيه، باشمهندس محمد، باشمهندس سمر، دول اللي بعتوا لي. تمام، هنا ده شغل ده بش ده باشمهندس لسه كنت بتكلم فيه ده كده. فين مين باشمهندسة إيمان؟ أنا معاكي أهو، بشوف الحاجة. تمام، باشمهندسة إيمان لو في حاجة بتالي ابعتها صورة على ورقة، يعني لو على ورقة ممكن أشوفها لك. بتالي في حاجة هنا كانت مبعوثة على ورق، أعتقد حاجة كانت مبعوثة على ورقة هنا، بتالي هي دي. هي دي باشمهندسة ولا حاجة تانية؟ مش عارف هي فين، ممكن تكون نزلتها هنا وانا مش شايفها. هي دي مش تقريبا، هي دي مش مهندسه شخبطه. ماشي يا باشمهندس ايمان، تمام هي دي تقريبا صح، هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. ايوه باشمهندس ايمان، تمام. برضو باشمهندس ايمان نفس الموضوع، انا برضو السفره البوفيه والنيش، تمام كويس جدا. توزيع برضو السفره هنا خلاص، وهنا عملت ركنه بالتلفزيون هنا في الجزئيه دي، بمكتبه كده في الحيطه في الجزء ده كده، تمام اهو. وهنا عملت برضو مجلس صغير كده وشه البلكونه كويس، وموزعه تقريبا الابعاد اهي 5 متر ونص 3 ونص توزيع، وهنا مرايه في الجنب وهنا مرايه في الجنب، وحط هنا زي المكتبه والتي في، تمام. وهنا سفره 2 متر 20، تمام يا هندسه، حلو السكتش ده، جميل. توزيع برضو حلوه جدا ممتازه. يبقى كده وزعنا برضو الجزئيه بتاعتنا السفره، وعملنا ركنه هنا و... او مجلس هنا ومجلس هنا، الدنيا كده زي الفل. ممكن بقى نحط منهم بارتيشن كمان باشمهندسه ايمان، زي فكره باشمهندس محمد ابو بكر، ممكن نعمل بارتيشن وتلفزيون بتوين، او ممكن بارتيشن خشب وخلاص، او ستيل، ممكن نحط حاجه خشب او ستيل، او ستيل مطعم بخشب، نحط بين الاثنين دول كفاصل مجلس. يعني برضو احنا برضو احيانا بعض الناس بتحب الخصوصيه مجلس. تمام انا معاك، لا بس خد بالك البارتيشن ممكن ما بيزيدش عن 5 سم، يعني بارتيشن الستيل السمك بتاعه ممكن ما يزيدش عن 5 سم، مش لازم اعمل بارتيشن 10 او 15 او 20، لا ممكن اعمل بارتيشن صغير جدا اللي هو الستيل. تمام، فبارتيشن السيل ما بيزيدش عن 5 سم، السمك بتاعه ممكن اصغر من 5 سم كمان، ممكن يبقى فيه بارتيشن 3 سم. اوكي؟ فممكن احط بارتيشن كفصل حتى مجلس، ممكن مثلا لو عندي مجلس مثلا رجال او مجلس سيدات، تمام زي ما بيحصل في الخليج، فانا ممكن يكون عندي مناسبه ولا حاجه، فممكن السيدات يقعدوا في جنب والرجال قاعدين في جنب، فممكن يبقى مجلس ومجلس يعني. يعني هي فكره برضه، بس شغلك طبعا زياده. خلاص؟ بس انا بتكلم لو في مجلسين، فانا لو في بارتيشن كده صغير حتى لو حاجه بسيطه كده سامبل بسيطه، فاعتقد بيبقى افضل للمكان. لكن ممتاز، برافو عليك يا باشمهندس ايمان، انت كاتب اسمك فوق اهو، برافو عليك يا باشمهندس ايمان، تمام الله ينور عليك. طيب نرجع بقى لبقيه التصميمات اللي عندنا عشان نشوف بقيه الناس كده بسرعه. في بقى البي دي اف اللي جاي اللي ده، في كذا بي دي اف، مش عارف مين، امنيه باشمهندسه امنيه اللي عامله البي دي افات، تمام باشمهندسه امنيه هي موزعه هنا اهو، تمام. معتمد على الستيل، شغل حلو جدا شغل الستيل ده، عامله هنا السفره ومديها نموذج للسفره اهو، وعامله هنا برضو عملت كل ده مجلس كامل على بعضه حته واحده بالستايل ده، وقالت الترابيزه بالشكل ده كده، والكراسي تمام، وادي الزرع اوكي، ده شغل الفرش بتاعنا او الفكره اللي حطها، وحطت ديزاين تاني هنا، حطت هنا ديزاين بروبوزل 1 ده جميل جدا، حطت اكتر من تصميم. بروبوزل 2 خلت المجلس هنا والسفره هنا ومجلس هنا، هنا غيرت في الفكر بتاع الفرش، عملت هنا ده المجلس اللي هو هنا بحيث تاخد المساحه الكبيره 4 متر، يبقى مجلس حلو كويس. وبرده نفس الترابيزه الستيل، وعندك الزرع برده الستيل كويس جدا، تمام. وعندك هنا السفره صغيره في الجانب ده، ماشي اوكي مفيش مشاكل. الجانب ده كان قد ايه تقريبا؟ احنا قلنا الحجم او المساحه بتاعته، اعتقد الجانب ده 2 متر 60، يشيل سفره برده، مش ماشي يشيل، تمام. وهنا عندنا برده مجلس صغير كده، كرسيين وفوتيك كده او، تمام اوكي. مش مثلا قلت لي انا لما حطيت النيش في الحائط اللي في ظهر الحمام وحطيت السفره في النص، اداني مساحه اقل من 50 سم بين الكراسي، تمام مش مهندس سمر اوكي ماشي. بس انا ممكن اقلل، يعني ممكن اقلل المساحات بتاعت السفره شويه، ممكن اجيب سفره اصغر، يعني ممكن افصل حاجه زي كده لو انا عايز اظبطها، فممكن اقل من 50 او 45 سم تبقى ماشي برضو، مش مشكله يعني، لو حاجات بسيطه ممكن نعالجها. بس انا شايف انه الافضل بيبقى احسن كده، يعني مثلا هنا فوق، يعني بص هنا البوفيه اهو والنيش هنا، او بس النيش بس، ممكن نكتفي بحاجه من الاثنين ونحط جزء مثلا هنا، وده كده بايه بالطول ده كده، فهمتني باشمهندس سمر؟ اوكي، احنا عايزين اصلا نلغي فكره النيش ده بعد كده من الفرش خالص ولا عفش، يعني عايزين نبقى نلغيه، عايزين نعمل كده استفتاء ونقول احنا مش عايزين النيش في الفرش بعد كده، تمام يا هندسه.
طبعا البروبوزال رقم ده واحد واثنين اهم ماشي، ان انا هنا المجلس والسفره بقى اتنقلت هنا، ده غير دول، ده واحد كانت السفره فين هنا ماشي. طب في بروبوزال تاني كمان اهو، ايه 45 سم، مش هتفرق في 5 سم يعني، مش هنحسهم في المجلس قوي يعني. هنا برضو هنا بروبوزال 1 حاطط السفره هنا جنب الشباك تمام على الشارع على طول، فكره برضو كويسه. بس الفكره بقى انك عشان تعدي بالاكل كله لحد تفرش هنا، يعني دايما بخلي السفره قريبه من المطبخ تمام، يعني بخلي السفره قريبه من المطبخ، انا ما امشي كل المسافه. هي فكره حلوه ان جنب البلكونه والدنيا، بس المشوار بقى سفر يعني، سواء في وضع الطعام او انك تنظف السفره او تشيل حاجه يعني، فانت تتمشى قدام الايه الضيوف اللي عندك كله، فالموضوع يمكن اعتقد هنا دي صعبه شويه. هنا برضو كويسه، تصميم كويس. هنا السفره الناحيه دي، ده التصميم الاولاني، ده التصميم الثاني، ده اربعه او ثلاثه بروبوزال تمام. باشمهندسه امنيه تقريبا، كاتبه اسمها اهو، باشمهندسه امنيه معانا. باشمهندسه امنيه ولا لا؟ باشمهندسه امنيه معانا؟ باشمهندسه امنيه معانا ولا لا؟ طيب مين ده تاني؟ في حد بعد بروبوزال تاني؟ ده فرش الشقه كله، ده مين؟ اعتقد ده شفت ده بتاع باشمهندس محمد ابو بكر صح؟ من شكله كده باشمهندس محمد ابو بكر، انا لسه كنا بنتكلم فيه. تمام يا باشمهندس محمد، الله ينور عليك. في حاجه تاني؟ في باشمهندس محمد حاج، محمد ابو بكر تمام، في محمد الحاج تقريبا، محمد حاج صح؟ باشمهندس محمد مش عارف هو معانا ولا لا. باشمهندس امنيه تمام، سمعت الشرح بتاع البروبوزال باشمهندس امنيه؟ وضحت معاك الدنيا؟ طيب باشمهندس محمد الحاج برضه عاملين هنا برضه، قال لك سفره هنا، وهنا عمل مجلس، وهنا برضه جلستين كده، وهنا بارتيشنز زي دي كده زي ما مكتبه خلاص. وهنا الفرش والسفره، يعني افكار اللي حاططها باشمهندس محمد، محمد حاج تمام. اوكي مين تاني هنا؟ في ابارتمنت ده خمسه. العفو يا باشمهندس امنيه، ده شكرا لمجهودك انت، والله انت اللي تعبتي، ويعني ده مجهودك انت. ده باشمهندس محمد ابو بكر. في مين تاني موجود يا باشمهندسه؟ باشمهندسه مريم هتلاقيه على الجروب، وهتلاقيه على الواتساب مبعوت اللينك بتاعه، وهتلاقيه على بيم اريبي على القناه، هتلاقي موجود المحاضره الاولى موجوده، كل حاجه موجوده. برضو باشمهندس محمد ابو بكر موجود، تشكر عليه. طيب في حاجه تاني لسه ما شفناش؟ اعتقد كده احنا شفنا كل اللي جالنا. في حد تاني بعت حاجه وانا ما شفتهاش؟ يعني في حد بعت حاجه تاني انا ما شفتهاش؟ ده باشمهندس ايمان، كانت بتطلع الصوره بتاعتها ماشي. اوكي طيب مشكورا جدا 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 باشمهندس، باشمهندسه مريم، باشمهندسه مريم لسه الباشمهندسين باعتين دلوقتي اللينك حالا بتاع الجروب الواتس، لسه كان باشمهندس اهو موجود في الفوق اهو جدول المحاضره دي، باشمهندس عمر لسه انا هبعت لك اللينك تاني اهو كوبي وبيست تمام. ده جروب الواتساب باشمهندسه مريم خلاص اهو، وباشمهندس اسامه قال لك هيبعت اهو لينك بقى. ده جروب الواتساب يا باشمهندسه مريم، ادي جروب الواتساب تقدر تخش عليه. معلش ببعت لباشمهندس سمر، معلش عفوا، لا انا ببعت لايفري ون. اوكي تمام، ده جروب الواتساب يا باشمهندسه مريم تقدر تخش عليه، والباشمهندس اسامه مشكورا هيبعت لينك المحاضرات اللي فاتت كلها. اوكي يا باشمهندسين، طيب شكرا للجميع ومجهودكم بصراحه ممتاز وحاجه تشكروا عليها. اوكي تعالوا بقى نشوف نشتغل احنا ازاي ونحط الفكره بتاعتنا ازاي. طبعا احنا دلوقتي اتفقنا او زي ما انتم طلبتوا احنا هنعمل الريسبشن وهنعمل نيو كلاسيك خلاص. نيو كلاسيك تمام، اللي هو ميكس ما بين الكلاسيك والمودرن، ميكس ما بين الاثنين. يعني ايه الكلام ده؟ عشان افهم الكلام ده محتاج افهم الفرق ما بين الاثنين كويس قوي. يعني انا محتاج افهم الفرق ما بين الاثنين، يعني ايه كلاسيك ويعني ايه مودرن. يمكن احنا وريتكم الحاجات دي قبل كده تقريبا لو انتم فاكرين، لما كنا بنشرح الديكور قلت لك الكلاسيك بيبقى غني جدا بالطاقه. تعالى اوريكم صور بقى من عندي انا على طول كده من الشغل بتاعي خلاص. عايز اطلع كده بره اقول لكم تعالى مثلا يا باشمهندسين انا عايز اوريك حاجه كلاسيك، ده شغل كلاسيك تمام. ثواني بس بيفتح الصوره، ده شغل كلاسيك صريح، ده كلاسيك صريح تمام. الكلاسيك بيتميز بيه قلنا بالتفاصيل الكتير، تفاصيل ديتيلز كتيره قوي ودقيقه قوي. بص حتى الحيطان عامله ازاي، شايف الشغل ده هنا عامل ازاي؟ هتلاقي فيه تفاصيل، حتى الكورنيشه اللي فوق بص عامله ازاي، السقف تمام، النجفه نفسها، الفرش نفسه بيبقى بقى صالون انتريه اللي هو الشغل بتاع زمان الخشب تمام خلاص. حتى البرواز بتاع المرايه هتلاقي فيه شغل، يعني خد بالك ان الحاجات دي كلها الديتيلز بتاعها كتير قوي. حتى بص اهو، حتى يا سيدي الفاز اللي موجود على الترابيزه الطقطوقه، بص ديتيلز برضو، تفاصيل الطقطوقه نفسها. فالكلاسيك مليان مليان تفاصيل، اوكي مليان تفاصيل.
باشمهندس بعد اذنك باشمهندس ندى، لما جيت اعمل تريم للمالتي لاين مش علشان الشبابيك او الابواب، كنت عامله لهم جروب بس ما رضيش يعمل تريم برضو، فانا ممكن ده. حاضر يا باشمهندس ندى، حاضر حاضر، بس هستاذنك بس في الاخر لو كده قولي لي وانا اقولها لك في اخر المحاضره. اوكي تمام يا باشمهندسه، بس فكريني الله يبارك لك، انا في الاخر كده هنوه لو في اي سؤال وهشرحها لك في الاخر. حاضر. فكل حاجه يا جماعه في الكلاسيك هتلاقيها مليانه تفاصيل، مليانه يعني، بس حتى ظهر الصالون، الحدود بتاعته، لا حاجات تفاصيل كتيره قوي قوي قوي. فالكلاسيك بيحب التفاصيل، وقلنا ان الكلاسيك بيحب الاماكن الواسعه، الاماكن الواسعه، الفيلل، القصور، حاجات الاماكن الكبيره، لان في تفاصيل كتيره، وبص هتحس بيه اعمده كده وحاجات كتيره قوي. طب المودرن، لا المودرن حاجه بسيطه قوي بقى، تعالى اوريك حاجه مودرن مثلا كده. مودرن ده كده حاجه ايه، عارف، تحس ان انت ايه قاعد في واسعه كده، مفيش عندي اي مشاكل. بص اشوف بقى ده مودرن اهو، شايف الدنيا عامله ازاي؟ تمام مودرن اهو، ادي يا سيدي مودرن. اوكي خلاص عادي، الدنيا زي الفل، حيطان حتى مفيش كرانيش، مفيش اي حاجه خالص، اضاءه بسيطه سامبل، حيطان وغالبا بيميل للون او لونين، يعني ياخد لون واحد ودرجاته، يعني ده لون الابيض تمام اللي هو الرصاصي الفاتح، فالرصاصي الغامق بيميل للون واحد. اوكي بيميل للوسع والاماكن الكبيره، والفرش بتاعه قليل، ده المودرن، حاجه كده سامبل بسيط قوي قوي، بيحاول ايه يستغل المساحات، ودايما بيميل للالوان الفاتحه، ومفيش تفاصيل كتير، او مفيش، يعتبر مفيش تفاصيل خالص، يعتبر مفيش تفاصيل خالص. حتى احنا كنا زمان كده لما كنا بنشتغل كنا بنحط زوايا هنا خشب، لا مفيش، كلها زوايا حاده قائمه، مفيش اي حاجه خالص، اي ديتيلز مش موجوده، حاجه يعني سامبل جدا. طب انا دلوقتي عايز اعمل ميكس ما بين الاثنين بقى، يعني عايز اخد حاجه من الكلاسيك اخليها جوه المودرن. اوكي تمام. طيب لو انا اخد مثلا كلاسيك، فانا ممكن مثلا اوريك حاجه ميكس ما بين الاثنين، هقوم جاي مثلا ايه فاتح لك صوره زي كده، فاهمني؟ خلاص الدنيا هنا بسيطه لكن مغذيه بالايه، بالكلاسيك، بس هنا تميل للكلاسيك اكتر. ليه بقى؟ في عندك مثلا مرايه فيها تفاصيل، الحيطان فيها بانوهات، والبانوهات من ضمن علامات الكلاسيك، يعني البانوهات من ضمن علامات الكلاسيك. الطقطقه ستيل واخده فيها تفاصيل، الابليك او الاباجوره هو جايبها تمام كلاسيك، خلاص جايب اسمه ايه الابليك اللي في الحيطه كلاسيك، الكنبه مودرن على كلاسيك، ان هي ركنه بس واخده ايه اللي هو الايه اللي هو الكابيتوني، فواخده من الشغل الكلاسيك، انما هو لو حته ساده خلاص يبقى دي بقت ايه ركنه عاديه، فبرضه ايه دمج ده مع ده. الكلاسيك بيميل للارضيات بتاعته رخام وجرانيت وباركيه، الكلاسيك بيميل للرخام والجرانيت والباركيه، هو حط سيراميك اهو تمام، وانا بقول سيراميك ليه؟ عشان الفواصل دي تمام، عشان الناس تعرف تفرق، لما يكون في شامفر كده او شطف في الحواف ده سيراميك، هو جاب سيراميك عادي بس ايه بشكل الرخام، خلاص عشان ايه بيحاكي او بيحاول يقرب للايه للكلاسيك. طب نشوف حاجه ثانيه، حاجه زي كده تفهمني اهو، بص كده اهو حيطه عاديه جدا، عمل اضاءات، بص ده مودرن، شايف الاضاءه دي، اللايت ده مودرن، اللايت ده مودرن، الركنه مودرن تمام، الفرش مودرن، بس في الحيطه في بانوهات، خلاص في اباليك في الحيطه اضاءه تمام، خلاص اهو اباليك في الحيطه. باشمهندس احمد الشيخ بيسال لو سمحت يا باشمهندس، البانوهات بيكون الماتيريال بتاعها ايه؟ يعني ايه الماتيريال؟ الماتيريال الصناعه بتاعتها ولا يعني ما في اثنين ماتيريال، الماتيريال اللي انا بعمل بيه البانو ولا الماتيريال اللي انا بدهنه يا باشمهندس احمد الشيخ؟ انت قصدك على انهي ماتيريال بالظبط؟ الماتيريال اللي انا بعمل بيه البانوهات ولا الماتيريال اللي انا بشطب بيه البانوهات؟ لا ده تعمل جبس، في انواع كتيره قوي، يعني في جبس، في بيوتك تمام، حاجات كتيره جدا بتعمل منها بنات، في حاجات بتتجاب مثلا ساي هشمه، يعني حاجات كتيره جدا، انما الاساس بتاعنا احنا غالبا بنستخدمه اللي هو جبس تمام، احنا بنعمله مع الكرانيش السقف بتاعتنا، او لو انت بتجدد شقه بنجيب الكرانيش اللي هي البيوتك الجاهزه ونثبتها على طول، اللي هي سوري عفوا البانوهات الجاهزه تمام، بيبقى البيوتك وندهنها عادي ونشتغل عليها. في برضو حاجات تانية احنا بنجيبها هشمه جبس، يعني في برضو الصوره دي تمام، ده منحوت جاهز معمول هشمه، حجر هشمه تمام، فالعمود ده مثلا والحاجات دي كلها والبانوهات دي معموله هشمه جايه جاهزه، لان زي ما تشوف الحيطان كده دي بتبقى حاجه جاهزه، فليها كذا ماتيريال تمام باشمهندس احمد، ليها اكتر من ماتيريال، العفو هندسه. فتيجي برضه هنا بقى بص الجزئيه البانوهات، بص هو مطعمها كده ماشي اهو، وجاب لك الباركيه بقى المودرن، مش الباركيه اللي هو الارو المسمار بتاع الكلاسيك، اللي عامل ايه الباركيه اللي هو العادي اللي هو بيبقى جاي اللي هو البي دي اف اللي بيركب على الارضيات تمام. فهنا برضه عمل ميكس ما بين الاثنين، وهنا في كرانيش في السقف فوق اهي خلاص، فهنا ده الميكس
تمام، انك تعمل حاجه نيو كلاسيك، انك تاخد اجزاء من الكلاسيك تطعم بيها المودرن، او تاخد حاجه من المودرن تطعم بيها الكلاسيك. الكلام ده واضح يا جماعه ولا في مشكله؟ باشمهندسين الكلام ده واضح؟ فهمتوا قصدي ايه؟ فاهمين قصدي باشمهندسين؟ حد فاهم حاجه؟ اوكي تمام. طيب عايزين بقى نشتغل الجزء ده عندنا احنا هنا. انا دلوقتي كده عايز افرش. طيب احنا دلوقتي مبدئيا هنحط بقى ايه؟ هنشتغل هنا تصميم، هنحط هنا سفره وهنا انتري او ركنتين وبارتيشن، ولا نحط السفره هنا؟ يعني نمشي مثلا مع الباشمهندس محمد ابو بكر بتاعه، ولا نمشي مع مثلا مع الباشمهندسه سمر طبعا التصميم ده، او اي حد من اللي هم كان عامل السفره هنا ومجلسين هنا. ممكن نشوف تصميم كده سريعا كنا احنا بنتكلم فيه. بسم الله ام اريبيا، ممكن التصميمات اللي احنا كنا بنتكلم فيها فين؟ تسكات. ممكن نشوف افضل حاجه، كان حد عامل بروبوزل هنا فكره الريسبشن. مين؟ اعتقد كان باشمهندسه امنيه كانت هي اللي عامله القصه دي. ده باشمهندس محمد ابو بكر في باشمهندسه امنيه. اعتقد باشمهندسه امنيه. هنا فكره الباشمهندسه امنيه في البروبوزل انهي؟ اللي هو مثلا سي البروبوزل ده. تمام؟ ان احنا نخلي السفره جنب الحمام. ماشي، او المجلس ده، اي عندكم كذا بروبوزل اهو نقدر نختار منه احنا عايزين نشتغل فيه. فانتوا ايه رايكم مبدئيا هنشتغل في ايه؟ انهي فيهم؟ ها؟ تحبوا نشتغل على انهي بروبوزل؟ ها؟ ايه رايكم يا باشمهندسين؟ نشتغل على شغل باشمهندس محمد ابو بكر، ولا نشتغل على شغل باشمهندس امنيه؟ ها؟ حد يدينا راي كده؟ وفي محمد حاج برضه كان مدينا التصميم دي. اهو برضه كده اهو، ده برضه ادي السفره هنا، وادي اثنين او مجلسين هنا. ها ايه رايكم؟ باشمهندس محمد بيقول كده، باشمهندس اشرف، باشمهندس محمد ابو بكر تمام، باشمهندس شيماء، ده في اثنين باشمهندس محمد ابو بكر. باشمهندس محمد بقى ليك هقول لك ايه، بس بقى ليك معجبين اهو زي ما بيقولوا، او ليك فان زي ما بيقولوا يعني. ها مين تاني يا جماعه؟ ايه رايكم؟ ها بنستطلع الاراء عشان نشتغل. تمام، يبقى انتوا عايزين فكره باشمهندس محمد ان هو يعمل هنا السفره، وهنا مجلس، وهنا واحمد باشمهندس احمد الشيخ مهندس ابو بكر. تمام، يبقى هنا الانتري مجلس اهو بالجزء ده، ده مكتبه بتلفزيون، وده الجزء. طبعا انا محتاج الصور، طبعا انت بعت لي الصور دي يا باشمهندس محمد، اعتقد انت كنت بعت لي صوره فيها الحاجات دي كلها. اوكي باشمهندسه هناء رمت الكره في ملعبي، قالت لي نشتغل باشمهندس هناء بتقول لي اي حد، بس فكره التلفزيون قدام الشباك مزعجه في ضوء الشمس. هي بتتكلم عشان التلفزيون لو هنا هيبقى مزعج في ضوء الشمس. تمام، نقطة برضو باشمهندسة نهى بتتكلم فيها، ليها رأي فيها، بتقول لك هنا التلفزيون هنا هيبقى مزعج في ضوء الشمس. ما أنا برضو بدي في، بص يا باشمهندسة نهى علشان أكون برضو واضح معاكي في النقطة دي. باشمهندسة محمد أبو بكر عمل إيه؟ أنا عامل مكانين. مكانين تلفزيون هنا قصدك؟ أه باشمهندس محمد عمل تلفزيون هنا، وعمل تلفزيون هنا باشمهندسه صحيح، هو عمل تلفزيون هنا وعمل تلفزيون هنا باشمهندسه. اوكي، بس انا برضو في نقطه عايز اقول لكم عليها، ان لما يكون في اضاءه في وش التلفزيون بيبقى اخف على العين. انا عارف هو بيبقى مزعج في الرؤيه خلاص، فانا ممكن لو انا قاعد، لو انا في اضاءه نهاريه وفي اضاءه على التلفزيون، ممكن بتبقى مريحه للعين اكتر او صحيه اكتر للعين اكتر من كده. لما ممكن مثلا فترة الليلية، وهنا مجلس الانتري، اعتقد هنا يبقى المجلس اكتر او القعدة قدام التلفزيون اكتر من الجزء ده. تمام، يعني اعتقد الجزء ده لو في حد كده ضيف او حاجات. وباشمهندس محمد بيدافع عن فكرته، هو بيقول لك انا عامل مكانين، واحد في الانتري واحد على قدام الحمام، والستارة تتقفل او بالليل عادي. تمام، تمام، يعني بالنهار يتفرجوا هنا وبالليل يتفرجوا هنا، ما عندناش مشكلة. تمام باشمهندس. اوكي باشمهندسة نهى، شكرا برضو على الملاحظة دي، حاجة كويسة، النقاش برضو بيوصلنا لنتيجة صحية في الآخر. طيب باشمهندس محمد، أتمنى يكون عندك بلوكات للشغل ده بدل ما أقعد أنا أدور. لو عندك بلوكات بالفرش اللي أنت حاطه ده أوكي، ما عندكش ممكن أشوف عندي، بس لو عندك يبقى إيه، وفرت عليا أو ريحتني في المجهود يعني. تمام أوكي، طيب يبقى إحنا كده مبدئيا خلاص متفقين على شغل باشمهندس محمد طبقا للآراء اللي جت. لو حد ليه رأي تاني قول لي. تمام، لو حد ليه أي رأي تاني بلغني لو سمحتوا. خلاص يبقى احنا كده عندنا ايه، شغل باشمهندس محمد ابو بكر حتى الان. طيب حلو جدا، يبقى احنا كده حطينا الديزاين بتاعنا التصميمات، ووزعنا المساحات بتاعتنا، وباشمهندس محمد حط لنا الافكار بتاعتنا. طيب حلو جدا، تعالى بقى عايزين ناخد، ممكن اشغل ملف باشمهندس محمد. اوكي هو ظبط الدنيا معاه ماشي.
لياراتك مظبوطه يا باشمهندس محمد؟ ها؟ جيت قفلت اي لير كده هنا، السرير ده كده مقفول ماشي، ده الفرنتشر ما اعرفش ده ايه، في خطوط هنا تمام، في حاجات كتيره. وايه ده؟ ايه الحاجات الكتيره قوي؟ يا نهار ابيض، ايه ده يا باشمهندس محمد؟ واو، في حاجات كتيره قوي في الفايل. وايه ده وايه ده؟ ايه الخط ده وايه الخط ده؟ مش عارف مش عارف، في حاجات غريبه كده شويه ظهرت في الملف، ربنا يستر. تمام، طب احنا ممكن نعمل ايه؟ نشيل كل الحاجات الزيادات دي كده شويه، ننظف الدنيا كده سنه. تمام، ديليت، اتمنى بس ما تاثرش على الفايل بتاعنا. تمام، احنا كده فتحنا كل الليارات. اوكي ماشي، خلاص مبدئيا احنا هنقول ان احنا هنشتغل على شغل الباشمهندس محمد. اتفضلي يا باشمهندس شيماء، اتفضلي رأي حضرتك. عايزه تخلي السفره هنا دائريه. تمام، واخده مساحه اكبر من المفروض، يعني عايزه تخلي السفره دائريه في الجزء ده كده، و توفري مساحه شويه. ممكن ليه لا؟ طب ما احنا ممكن برضو في حاجه كده برضو عشان يبقى الكلام واقعي شويه، تعالوا نشوف على السفره، فرش السفره بتاعنا في الفرش. بسم الله، احنا كنا مديكم، انا بعت لكم الاساسيات على فكره، فاكرين لما بعت لكم الاساسيات الفرش، الديزاين بتاع الفرش؟ عندنا مثلا السفره، ممكن نجيب سفره فين فين فين، ديننج روم اهي، دي مقاسات السفره الستاندرد. تمام، دي المقاسات الستاندرد اهي، دي الابعاد بتاعتها، خد بالك مضمومه، يعني انا عندي متر 80 في متر وربع، طبعا بتعمل حسابك نص متر ونص متر للجنبين. باشمهندس فريد بتقول انا بشوف طاوله السفره دايما انها بيستخدموها كمان للضيوف، ما تكون اقل من متر و10 و8 كراسي. تمام، لو في ضيوف تمام اوكي، لكن باشمهندس صلاح بيقول لي ليس الدائره تاخد مساحه اكبر من نفس العدد، هي دائره طبعا تاخد مساحه اكبر شويه، يعني هي المستطيله بتبقى اوفر لما الدائره بتاخد مساحه اكبر. فالفكره كلها انا عايز اقول لك ان انت عندك الابعاد اهي زي ما انت شايف اهي، ده متر 60 في كذا، لو بتتكلم مثلا على 8 افراد تمام، من 8 او 10 زي ما الباشمهندسه فريال بتقولها، فعلا المفروض 8 افراد ده المتوسط او 10 افراد، فانت بتتكلم في 8 متر 80 في متر وربع، اعتقد المساحه كده كويسه، لما زيد نص كمان خلاص هتبقى المساحه معقوله. معايا باشمهندسه شيماء؟ يعني خد بالك ان السفره مش طول الوقت مفروده، يعني السفره تتفرد وقت الغداء فقط، غير كده السفره مضمومه. يعني دي برضو نقطه لازم برضو نحطها في الاعتبار، انا دايما مش السفره مفروده زي الانتريه او الصالون او الركنه، لا هي دي بتبقى مضمومه ما بتفردش غير ساعه استخدام فقط لا غير. اوكي؟ فانا برضو النقطه دي تفرق معايا. طيب لما تيجي هنا بص التفصيله بقى اكتر عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه عامله ازاي، اهي شايف كده التفصيله دي؟ خلاص؟ دي ليه اقول لك 50 سم والكلام ده كله؟ ادي سفره كذا فرد تمام؟ العرض بتاعها كله 2 متر تمام؟ اوكي، بقول لك ان المحيط الفرد اللي قاعد على السفره اهو كده قاعد كده 60 سم من هنا لهنا، ده المحيط بتاعه خلاص، او الحرم بتاعه اللي هو بيستخدمه. اوكي، وبيسيب 20 سم و20 سم من هنا عشان ما يبقاش فيه تداخل مع اللي جنبه، او ما تبقاش حاجه ايه بعيده عن ايده او تقع منه. جره الكرسي لوحدها بس كام؟ نص ايه؟ 50 سم تمام، وهنا برده 50 سم وهنا 50 سم، يعني بسحب الكرسي لورا 50 سم، وبعمل حيز من ما بين الكرسي والكرسي 60 سم، 60 و60 ده الحرم بتاعه عشان يقدر ايه يتحرك بايده، ما يبقاش قاعد كوعه كده خابط في اللي جنبه، يعني تبقى قاعد كده مش عارف ياكل ويتحرك براحته. اوكي، فده اعتقد ان الديزاين ده بيوضح لك الفري سبيس بتاعتك او الحرم بتاع كل واحد بيستخدم السفره عامل ازاي، فانت لازم تراعي النقاط دي، عشان كده قلت لك 50 سم تمام رده الكرسي، يعني من 45 مش تفرق، مش لازم 50، هو مش قران يعني، او مش حاجه كده، لا ممكن 45 48 46 مش مشكله. اوكي تمام، الصوره دي وضحت الدنيا بتاعتها كلها عامله ازاي. تمام يا باشمهندس، فده الفرش بتاعي اللي بتكلم فيه. هنا برضو حاجه زي كده، ادي سفره 4 افراد تمام، بيحدد لك المساحه، بقول لك هو ده 70 سم اوكي للفرد، هنا متر 22 خلاص، بيتابع انه طيب بص حتى الايدين متداخله مع بعضها زي شايفه، انه يقول لك الايدين كده ايه، والايدين كمان متداخله مع بعضها. في حاجه ثانيه برضو بيقول لك المساحات الجانبيه، حاجه زي كده تمام. عفوا معرفش الصورة بتجري ليه. بيقول لك هنا اهو شايف المساحة، بيقول لك على الأقل من الكرسي بص شايف ايه اهو،
50 سنتي زي ما انت شايف اهو، وهنا برضو كام؟ هنا سايب بقى ايه؟ متر 10. ليه؟ عشان حتى لو هلاقيهم هتحرك من وراهم. فمتر 10 تمام ل 90، من 90 لمتر 10 اوكي. وقال لك السفره الكرسي بتاعك 45، وارتفاع الاضاءه عن الايه الترابيزه حوالي 60 سنتي، وبيكون طبعا في نص الترابيزه عشان ما حدش يقوم ايه يتخبط دماغه فيها يعني. ده لو هيستخدم اضاءه زي كده او نجفه او اضاءه كده، انما عامل سبوتات دي بتبقى قصه حاجه ثانيه يعني. خلاص، فهنا محدد لك برضو الايه الابعاد بتاعته والفرش والابعاد عن الحوائط. تمام، كل الحاجات دي دليل ليك لازم تبقى انت عارفها وانت شغال. في حد كان امبارح كان بيتكلم على على الكتب او في التايم سيفر وفي النيوفرت الالماني. اعتقد عندي الكتابين دول، لو انتوا حابينهم ممكن ارفعهم لكم على الجروب الواتساب او على الفيسبوك. تمام، ارفع لكم كتابين ومترجمين عربي. تمام، يعني هم مترجمين باللغه العربيه، وعندي طبعا بالانجلش، الانجلش موجود والعربي موجود يعني. لو حابين ممكن ابقى ارفعهم لكم تقروا عن كيفيه توزيع المساحات الداخليه، لان هما الاثنين اكتر او اشهر كتابين في الموضوع. انا دورت عليهم كتير بصراحه وجبتهم من بره، لان هما الكتابين دول من اهم واكتر الكتب بنتكلم في المجال ده وافضلها. طبعا كانت بتبقى موجود عندي، مش مهندس احمد شيخ اللي هو تايم سيفر بالعربي، موجود عندي ان شاء الله باذن الله. هدور عليهم واطلعهم لكم وابعتهم، لان شفت امبارح بتتكلموا فانا حاضر هبعتهم لكم، حاضر بعد المحاضره ان شاء الله هدور عليهم عندي واطلعهم لكم على الجروب باذن الله. تمام، هيساعدوكم كتير قوي في الشغل بتاعكم. طيب تعالى كده دلوقتي بقى، خلاص كده باشمهندس احمد ابو بكر تقريبا احنا متفقين. العفو باشمهندس على ايه بس، انا هنا موجود عشان كنت يعني. الله يخليك يا هندسه. تعالى بقى باشمهندس احمد، حط التصميم اهو واحنا شبه متفقين عليه تقريبا. خلاص عايزين ننفذ التصميم ده، التصميم ده عايزين نجهزه، ان انا اخد التصميم بتاعي ده اطلع بيه البرنامج الاظهار المعماري اللي هو برنامج 3 دي ستوديو ماكس. تمام، ابتدي اشتغل عليه وابتدي انظم وانفذ الشغل بتاع باشمهندس محمد ابو بكر. تمام، باشمهندس محمد ابو بكر مبسوط، هو سعيد بقى لنا الفيس اهو جميل، مبسوط وسعيد بالاختيار. ماشي يا باشمهندس محمد. طيب هو طبعا فارش بقيه الشقه، لكن خلينا من بيت شقه دلوقتي، خلينا مركزين في النقطه بتاعت دي. طيب انا دلوقتي عشان اطلع بالتصميم بتاعي انا محتاج شويه حاجات. خلاص احنا فرشنا الحمد لله وظبطنا كل حاجه، محتاج شويه حاجات انا بحب اعملها قبل ما اطلع للماكس. تمام، اول حاجه ايه؟ اول حاجه عندي يا باشمهندسين ان انا لازم اتاكد طبعا هو عامل ريسبشن لوحده، بس طبعا الريسبشن للاسف انا هاخد الريسبشن ده، لان هو الريسبشن اللي هنا مقفوله هنا بشكل مش صحيح، فهاخد الريسبشن ده. واعتقد ان هما الاثنين نفس المقاسات يا باشمهندس، ولا في اختلاف؟ باشمهندس محمد في اختلاف ولا هما نفس المقاسات؟ نفس المقاسات، خلاص اوكي، يبقى انا ممكن اخد دول خلاص واشتغل عليهم كده. طيب حلو قوي. انا دلوقتي عندي ملف اهو هبتدي اشتغل عليه واترجمه عشان ابتدي اطلع بيه لبرنامج الاظهار، سواء بقى ماكس او ريفيت او اي برنامج تاني هتطلع عليه اظهار، او حتى 3 دي كاد هتشتغل بيه. التجهيز بتاعي بيتم ازاي؟ اول حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، ان انا باخد الايه، طبعا هعمل كده برضو زي ما اتفقنا. اول حاجه اعمل ايه؟ سيف از، فاكرين؟ لازم اقول له سيف از. تمام، واقول عليه ماكس. تمام، لازم اقول له ايه؟ ماكس. ماشي، باشمهندس محمد، ولا نقول له باشمهندس ابو بكر. تمام ماشي، عشان بقى ايه الدنيا واضحه. او ممكن اعمل من غير ماكس كده اقول باشمهندس محمد، او اخلي الايه، معلش عفوا هندسه، انا اخليها ماكس فقط عشان الاسم يبقى ايه مختصر شويه لما اجي استدعي الايه للماكس. تمام اوكي ماشي، خليها ماكس مقطع عشان باشمهندس محمد. تمام اوكي، واقول لك ايه سيف. ده اول حاجه باخد نسخه وبحتفظ، وابو بكر ماشي يا باشمهندس، هغيره دلوقتي خليه لك ابو بكر عشان خاطرك يا باشمهندس. فادي كده اول حاجه خدت نسخه باحتفاظ بالاصل نظرا لاي تعديلات او حاجه تحصل. تاني حاجة بعملها ايه؟ يهمني ان الملف اللي انا هاخده خلاص يكون موجود في 0 و0. تمام؟ يكون موجود في 0 و0. واحد يقول لي ليه يا باشمهندس؟ اشمعنى 0 و0 ليه؟ ما انا ممكن ابقى في اي مكان تاني يعني، بص ده هنا اهو. تمام؟ هقول لك لا. لما اجي ادخل على الماكس هيدخل بنفس الابعاد اللي موجود عندي، بنفس الكوردينيشن اللي هو الاكس والواي بتوع اللي هنا. فلو انت عامله بعيد هيجي في الماكس هتقعد تدور عليه. خلاص؟ وعشان تتحرك خد بالك الماكس رخم. تمام، مش رخم كبرنامج، لا رخم في الـ في الـ في الشروط والتحكيمات بتاعته. فانا عشان اريح دماغي لا انا بطلع في 0 و0 عشان لما اخش الماكس انزل في 0 و0. تمام، فدي نقطه مهمه جدا، فانا لازم ابقى عارف كده. اي مثلا هفرض لك ان ده كده مثلا موف، هعمل لك ليه موف كده خلاص بره كده مثلا في جنب كده اهو، اطلع بس القرص مقفول اطلع بيه كده مثلا اهو. فافترض ده الشغل بتاعي. طبعا انت كل الليرات مفتوحه، مفيش حاجه هيدن، مفيش حاجه ايزوليت، الكلام ده كله مفيش، بتاكد ان كله تمام. خلاص باخد كل ده سيلكتد كده واقول لك موف، امر الموف العادي. تمام،
وامسكه من اقصى كورنر هنا، شايف ده اهو، وانزل تحت كده واقول له ايه 0 و0 في السي ايه في 0 و0 اوكي انتر، هتلاقي اتنقل معاك هنا في 0 و0 اوكي يا باشمهندسين. خلاص كده طيب حلو قوي. تاني حاجه انا رايح بايه؟ يعني انا واخد معايا ايه؟ انا رايح بايه بس؟ انا عايز ان انا دلوقتي انا هاخد حاجه اوديها الماكس، الماكس زي ما قلنا برنامج رخم صح؟ انا عايز بس اللي انا عايزه. طب انا عايز ايه من هنا يا باشمهندسين؟ بهدوء كده، انا محتاج ايه؟ انا محتاج حيطان صح؟ شبابيك تمام؟ اوكي؟ حوائط شبابيك بيبان. باشمهندسه منار انا بعت الجروب لو طلعتي في الشات فوق شويه هتلاقي الجروب الواتس موجود اللينك بتاعه. يبقى عايز ابواب حيطان ابواب شبابيك تمام؟ والفرش. اوكي؟ حيطان ابواب شبابيك وايه؟ والفرش. اوكي؟ طيب خلاص؟ انا ممكن اخد الاساس معايا لو ك بس مش عايز تاخده خلاص براحتك زي ما انت عايز، لكن ممكن تاخده كريفرنس يعني. فانا بعمل ايه؟ انا عايز كم لاير بقى؟ تمام؟ ماشي يا باشمهندس. حاضر يا باشمهندس محمد. والتيرس طبعا اكيد طبعا. بس لو انا بتكلم على الانتيريور بس مش هطلع بره التيرس، يبقى اخر باب البلكونه. فهمتني يا باشمهندس فريال؟ يعني اخر يبقى باب البلكونه، اوكي؟ ممكن ما اطلعش بره، ممكن احط باب بلكونه واقفل وخلاص والتيرس مش باين. لكن ممكن اخده برده معايا. هاجي هنا على الليارات، ابص كده على الليارات اللي عملها باشمهندس محمد. اوكي طبعا الليارات كتيره جدا. طبعا هنا بص في خطا ان الدبليو سي هو الايه اللي هو ايه الكرنت تمام. انا بطلع فوق كده اقول لك لا معلش انا عندي زيرو هي الكرنت، دبل كليك لازم الزيرو هي الكرنت عندي. ابتدي اظبط كده شويه واقول لك تعالى بقى يا سيدي تمام اهو. انا عايز ايه بقى من هنا؟ فين الوول هنا؟ فين الوول عندي هنا؟ طبعا انا براجع بقى باشمهندس محمد كده راجع وراجع الوول تمام. الدنيا عندي مظبوطه، يبقى الوول كلها ايه تمام. في اي مشكله في اي حاجه هنا؟ يبقى عندي كده الوول تمام. في عندي حاجه في الوول مش باينه؟ اعتقد كده الوول تمام جود ماشي. الويندو فين الويندو؟ الويندو اهي الويندو كلها كده اوكي ماشي اوكي. يبقى الويندو اوكي. طيب الدور خلاص فين الدور؟ الدور فين 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 فين؟ اهي الدور اهي تمام. الدور كلها اوكي جود ماشي تمام زي الفل حلو قوي. طيب عندي ايه تاني؟ الفرنيتشر طبعا عندي كذا فرنيتشر، انا عايز بقى في ايه كله يبقى ايه ستايل واحد. فهمنا حاجه؟ يعني يبقى فيه تمام الفين. طبعا مش عايز الكيتشن والكلام ده كله، عايز بس ايه الريسبشن فقط لا غير. فانا هعمل ايه؟ هم عامل لير فرنيتشر تمام. هعمل كده لير من عندي انا واسميها فيرن او فرنيتشر تمام اهي خلاص. وممكن اعمل اندر سكور ايه ماكس عشان ابقى عارف ان ده ايه ماكس تمام. وممكن برضو اعمل الوول اندر سكور ايه ماكس. الكلام اللي بعمله ده ترتيب بيبقى مهم جدا في الشغل بتاعي. ماكس الوول، وعايز الويندو برضو اندر سكور ايه. ممكن اشيل بقى ايه اخليها ايه وين اندر سكور ايه ماكس. ليه؟ انا عايز اعرف مين اللي هاخده معايا خلاص تمام. والدور برضو اندر سكور ايه ماكس اوكي. طيب اوكي طبعا اكسات والكلام ده كله انا مش عايز الكلام. والكولوم طبعا ده الكولوم ده مهم جدا طبعا لازم يكون معايا. اقول لك الكولوم برضو ايه اهو اقفله كده اقول لك كولوم ايه اندر سكور ها وماكس تمام ماشي كده اوكي خلاص. يبقى انا كده خلصت كل اللي عندي. عايز اخد الفرنيتشر اللي انا عملتها دي. فين الفرنيتشر؟ عملنا هنا في اللي هي راحت فين؟ بسم الله فرن اي ماكس اي تمام. هاخد بقى كل اللي انا عايزه بس اللي هم الفرش ده شايفينه تمام اللي هو باشمهندس عامله طبعا ايه من غير الصالون دي خلاص. انا مش محتاج التكست او ممكن اقفل التكست عشان ما يعرفنيش. ممكن كده ايه ثواني اقفل التكست ده وده تمام. والدايمنشن كمان انا مش محتاجه. ممكن اقفل الدايمنشن خلاص. الحاجات دي طبعا ايه مالهاش شغل عندي هناك تمام. واخد بقى كده ايه بالراحه كده واخد الفرش بتاعي اهو. ادي الايه الفرش اللي انا محتاجه في الشغل بتاعي شايفينه. خدت الايه الجزء بتاع السفره فقط لا غير او جزء الايه الريسبشن بس. واروح احط كل ده فين؟ في اللير اللي اسمها ايه فيرن ماكس الفرنيتشر ماكس. فين فرنيتشر ماكس؟ فرنيتشر ماكس اهي. وعشان اتاكد بقفلها من هنا. ممكن اعمل كده لوك. في حاجات لسه ما دخلتش. ليه بقى؟ خد الحاجات دي كلها كده واقول له احطها برضه في فيرنيتشر ماكس. طب انا لو قفلتها من هنا برضه مش عايز تقفل. ليه بقى؟ هي البلوك بس اللي مش مظبوط. ممكن اخش كده على البلوكات اعدلها واشوف دنيتها فيها ايه. دبل كليك كده هو واخد ايه فيرن ماكس. ما هي في الفيرن ماكس ماشي. دبل كليك عايز اظبط البلوك بتاعي. اقول لك ايديت بلوك. انت عاملها جروب يا باشمهندس ولا ايه؟ تقريبا جروب. جروب. هي واضح انها ممكن تكون جروب. هي معموله جروب. فانا هاخد كل ده كده اهو واحطه فين؟ في الفيرني ماكس. طب انا لو قفلته كده تاني هيقفل برضو؟ لا.
دي بقى خش كده، ممكن يكون في حاجه في البلوكات، فانا ممكن البلوك ده كله ابص عليه في اللايرز بتاعته، او محطوط هو في لاير زيرو، فانا ممكن اخد كل ده بعد اذنك معلش خليه في ايه في اللاير بتاعته الماكس دي. تمام اهي خلاص، يبقى انا كده حطيته ايه من بره، واقول له كده متشكرين وكلوز خلاص شكرا وسيف. تمام نفس الموضوع هنا برضه دبل كليك كده، ده معمول برضه جروب، اعمل له كده الان جروب. تمام اوكي اكسبتد، هو معمول كذا جروب مع بعض ماشي، دبل كليك كده عليه برضه ده جروب. طب ده كده فيرن ماكس لو قفلته هيقفل برضه. المهم يعني ما علينا، احنا بنحاول نعدل ايه الحاجات دي كلها عشان ما ضايقناش ايه هناك. خلاص اي واحد من دول كده اعمله ايه التعديل بتاعه، خلاص البلوك بتاعه ماشي. يقول لي ده ناخده برضه نحطه في اللاير بتاعته اللي اسمها ايه اي فرنيتشر، لا انا عايز كل ده يبقى فين في الفرنيتشر ماكس. اوكي شكرا، ليه مش عايزين ايه موف ديلي، اه خلاص اتنقل اوكي شكرا، اقول له ايه سيف خلاص. تمام يبقى الحاجات دي كلها انا نقلتها عندي في الفرنيتشر ماكس بتاعتي. طيب كده انا خلصت الايه الجزء بتاعي. طب اللي ورا دول ايه بقى؟ اللي ورا دول كده مش فارق معايا، انا ممكن امسح كل ده كده خلاص اهو، كل ده دلوقتي تمام اهو سيلكتد كده تمام بالراحه عشان ما امسحش حاجه ثانيه مش بتاعتي. خلاص كل ده سيلكتد كده واقول له ايه ديليت. خلاص انا كده مش محتاج غير ايه اللي انا خدته فقط لا غير. دايما انا بحاول انظف الحاجه واطلع رايق كده عشان البرنامج هناك رخم زي ما قلت. تمام خلصت كل الكلام ده خلاص اوكي، افتح بقى كل الليرات بتاعتي اتاكد ان انا ما نسيتش حاجه او ما فيش حاجه بايظه. اوكي معلش بقى هنشيل برده كل ده خلاص انا مش عايزه ديليت خلاص. وهنا برده كل ده الحيطان بالبيبان كل ده كده شكرا. تمام هقول له برده كل ده ديليت. تمام اه هنا بقى في مشكله في الحيطان اهي، شفت بقى كده مش مهم كده عندك مشكله هنا في الحيطان، هنضطر نعملها دلوقتي ونظبطها مع بعض. ماشي هشيل بقى كل ده كده الاول ديليت، او ممكن اخلي الباب هنا ده مش مشكله، ممكن اخلي الحيطه دي واقفل دي هنا. تمام يبقى انا اشيل كل دول مبدئيا ماشي، نظبط الحاجات دي مش مشكله، كل التعديلات دي كلها كده اهي ديليت. ليه انا دلوقتي واخد ايه اوضه واحده، فانا مش هوجع دماغي بقى بايه كل ده، عشان كل ده هيبقى ايه اوفرلاب عليا فين في الشغل بتاعي. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ واضح الكلام ده؟ ممكن اخد انا حيطه دي الحيطه بتاعتي اللي هي دي خلاص، ممكن اصغرها لحد الحيطه بس دي كده وخلاص وراح دماغي لحد فين لحد هنا او لحد الشباك هنا كده خلاص. واشيل بقى كل ده ديليت، كل ده كده ديليت. ممكن اخلي الطرقه تمام مع باب الحمام والمطبخ، التكست ده مش عايزه، الدايمنشن ده مش عايزه، خلاص الحاجات دي كلها. بص كل الحاجات دي انت ممكن تكون شايف ايه يا باشمهندس الموضوع ده بياخد وقت ومجهود وبتاع، اقول لك بس هنا الوقت والمجهود احسن من ايه؟ ها؟ طب ليه ما خدناش البلان بتاع الصاله؟ لان هو كان قافل هنا الصاله يا باشمهندس، يعني ما كانش مظبوطه زي دي قوي، كان قافل الصاله شويه. فهمتني يا باشمهندس؟ انا ده هو كان الاول عامل صح بس كانت دي مقفوله من هنا ما كانتش ايه مظبوطه معانا. اوكي؟ تمام؟ طيب هنا كده خلاص ممكن اقفل دي بحيطه بقى الطرقه دي بحيث لو اخد شوت كده ولا حاجه يبقى عندي طرقه، ممكن اقفل دي كده باي حيطه كده. خلاص اي حيطه عندي كده ممكن اعملها مثلا ساي مالتي لاين ولا حاجه، واقول له اقفلها لي مثلا ساي من السكيل زيرو، لا مش هقول له زيرو، هقول له اعملها لي ايه؟ من البوتوم واخدها كده ماشي اقفلها كده اهو حيطه. تمام بحط فيها باب ولا حاجه، اقول لك اعملي ملتي لاين ستايل او سوري مالتي لاين اديت انا اسف، واقول لك اعملي ليها ايه جوين كورنر واقفل الحيطه دي مع الحيطه دي كده اوكي يعمل لك ايه الكورنر ده. تمام طيب والطرقه بقى والكلام ده كله انا مش عايزه، والانتري خلاص كل التكست بقى كل الحاجات دي انا مش عايزها خلاص. صالون سفره اه ده تكست مع بعضها ماشي اوكي كده انا ايه تقريبا خدت اللي انا عايزه فقط لا غير. لازم اتاكد بقى قبل ما اطلع من هنا بحاجه مهمه جدا. خلاص انا عندي كده اللايرز بتاعت عايز اعمل بس ايزوليت للحيطان فقط. تمام اوكي مش سيلكت سيميلر معلش عفوا كده تاني اعمل كنترول زد. لازم اتاكد ان الحيطان هنا مقفوله، لازم اتاكد ان الحيطان عندي كلها ايه مقفوله. اقول لك سيلكت ميلر تمام، اقول لك ايه اه شوف هنا في حيطان بقى مش جايه اهي، هنا كده في حيطان مش جايه، في حيطان مفكوكه اهي. تمام دي بقى تعمل لي مشكله هناك حلوه جدا، يعني في حيطان مفكوكه اهي. تمام في اي حيطه ثانيه كده عندي؟ لا سيلكت سيميلر تاني بتاكد واعمل لك ايه؟ ها ايزوليت. تمام طيب انا احتاج كده عندي هنا في مشكله في البلكونه اهي، في مشكله هنا يا باشمهندس في البلكونه خلاص، لان ده المفروض دي تقفل كده، سور البلكونه منفصل عن سور الايه؟
الحائط، لان ده يبقى ليه ارتفاع ايه منفصل لوحده. فاعمل لك مثلا كده ايه فيليت، واقول لك عن ايه ابتدي اقفل ده الخط ده مع الخط ده كده ماشي اوكي. بعدين ابقى اعمل ده لاين اقفله بيه كده. طبعا شويه تعديلات بسيطه في الحوائط خلاص تمام. ده في اللاير ماشي كنترول اي، خلي ده كله باي لاير وهنا باي لاير عشان التعديلات الايه الالوان اوكي. طيب يبقى انا كده ده ماشي، الاثنين دول البلكونه ماشي، ما اعرفش الخط ده ده كده اوكي مقفول ماشي مع ده، الاثنين دول مع بعض اعمل لهم كده برضو ايزوليت واقفلهم كده، لان دول هيطلعوا بارتفاع منفصل لوحده. واتاكد ان الاثنين دول هعملهم كده الاول اكسبلود افكهم، وبعدين اعمل لهم ايه جوين تاني عشان اتاكد ان هم بقوا ايه حته واحده اوكي. مش عارف ليه اللي عندك الليارات فيها مشكله في الكالر زيرو كذا كذا ماشي اوكي تمام خلاص كده. يبقى ده كده ايه البلكونه عندي مظبوطه اهي، متاكد انها مظبوط. ارجع بقى تاني اند ايزوليت واجيب بقيه الحيطان تاني، ابص على بقيه الحيطان عشان لو في اي مشكله اقدر ايه اصلحها قبل ما اطلع اتزنق هناك في الماكس. سيلكت سيميلر، ابص هنا في حيطان منفصله ما اعرفش ليه، سيلكت سيميلر تمام، اقول لك ايه ايزوليت برده تاني تمام. طيب دي حيطه المفروض عمود صح ولا دي الحيطه الجانبيه اللي كده الكاميرا؟ مش ده كده منفصل عندي. طب عشان ما اوجعش دماغي وفي حيطه هنا ما جاتش، اخد كل ده كده معلش يعني ايه برضو عشان ابقى امام من نفسي اكسبلود خلاص، وهنا برضو اكسبلود تمام. ده هعمل لها كده هايد واخد كل ده اكسبلود كله اكسبلود افكه تاني واقوم اعمل له اقوم اعمل له كله تاني ايه جوين تمام تمام اوكي. كده بقى انا عملت ايه اهو كده كله بقى حته واحده اهو، شايفين اهو كده حته واحده اهو هنا حته واحده اوكي. بس طبعا الحيطه اللي هنا ما جاتش معاها عايزين نظبطها، ودي حيطه حته واحده خلاص. بتاكد ان كله بقى ايه حته واحده زي ما انتم شايفين كده اهو تمام اوكي. ودي هنا برضو ايه حته واحده اهو جميل جدا. مش حاسس ان دي معوجه شويه اي ثينك يعني، لان انا قست كده من هنا لهنا دي المفروض كام؟ متر 8 دي مش متر 20، المفروض دي متر 20. طب لو قست من بره من هنا متر 12 المفروض دي متر 20 للاسف. ماشي مش مشكله مش هتفرق معانا في حاجه قوي خلاص اوكي. طيب يبقى كده اعمل ايه اند ايزوليت خلاص تمام ماشي. طب يبقى انا كده ظبطت الدنيا بتاعتي وادي الشباك بتاعي اهو. الشباك طبعا مش لازق قوي كده ده بعيد اوكي ماشي حلو قوي. ده الشباك تمام. ادي الحيطان، في حيطه هنا دول ما عملتهمش مع بعض، اخدهم كده الاثنين ايه اعملهم ايزوليت. كاميرا جنب حيطه، في حيطه ما جاتش هشوفها دلوقتي باشمهندس ايمن حاضر. واعمل الاثنين دول برضو اكسبلود تاني واخدهم اعملهم تاني ايه جوين اوكي ماشي. بدي الحيطه بتاعتي هي اللي انا عملتها اوكي عشان تقفيله الايه الجزء ده. باشمهندسه ايمان بتقول لي في جزء هنا اللي هو الهيدن، ده حيطه اهي دي الحيطه هيدن، دي المفروض دي وول يعني دي محطوطه مع الفرنيتشر ما اعرفش ليه. طب انا ممكن اقفل الفرنيتشر هايد، ودي المفروض دي مش وول بقى يعني دي كده الخط ده ما اعرفش بتاع ايه. انا خط في خط هنا ما مش عارف ده بتاع ايه، في خط هنا اوفر يعني لو قفلت الكولوم ده كده ماشي، في خط هنا زياده ما اعرفش ده بتاع ايه ديليت، وهنا ده ما اعرفش بتاع ايه. ده الحيطه اللي جوه، ده الحيطه اللي جوه يبقى ده ايه وول، ده الكمر ماشي كنترول زد يبقى دي الحيطه تمام. لونها اخضر الهيدن اللي في الحيطه انهي قصدك على انهي؟ ما هي دي بس هي قصدك على دي على الحيطه دي صح؟ شايف الحيطه دي؟ ده الوول ده. طيب ما دي نحطها في الوول، دي محطوطه في الفرنيتشر نحطها في الوول. وول ماكس اهي خلاص دي كده تمام، يبقى ده وول اهو تمام. لو عملناها كده هايت خلاص تمام، وده هيخش المفروض ده يخش فيه الكولوم يعني دي مع الكولوم اساسا يعني دي المفروض تخش فيه الكولوم، نحطها فيه الكولوم ليه؟ لان دي كاميرا. الكولوم فين؟ كولوم فين؟ كولوم ماكس اهي تمام جود ماشي شكرا. نعمل بقى كده اند ايزوليت تاني اعتقد كده ايه الدنيا تمام، ونفتح الكاميرا بتاعنا الكاميرا الكولومز هتبان معانا الدنيا خلاص كده اوكي. يبقى كده الفرش مظبوط خلاص، وادي الحيطان بتاعتي وبيبان والشبابيك والدنيا عندي الحمد لله تمام مظبوطه مفيش اي مشكله خالص تمام. يبقى شويه الحاجات البسيطه اللي انا بعملها دي مراعاه لايه للظروف اللي احنا ممكن نقابلها في الماكس. عملت كده البلكونه لوحدها اهي تيرس لوحده، طبعا محتاج احطه في لاير
فانا المفروض عندي في لير تيرس. لحظه باشمهندس محمد، حاضر لحظه واحده بس، شوف بس التيرس عندي هنا فين، التيرس عندي هنا فين 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 تيرس، ماشي. فانا هقفله كده واحط ده في تيرس هنا، وبعمل برضه اللي هو ماكس يعني اندر سكور ماكس. انا بحد بميزه عشان ابقى عارف الايه الحاجات اللي انا هاخدها معايا والحاجات اللي انا مش هاخدها معايا. فانا هاخد ده كده واحطه بقى في تيرس ايه ماكس اهو، ده تيرس ماكس. بسم الله، فين التيرس ماكس اهو كده، اوكي مش كده، تمام زي الفل، خلاص تمام كده كل حاجتي ايه مظبوطه. اعمل كده ايه هايد او نفتح كل الدائره. طيب بتقول لي يا باشمهندس بقى فين ده قصدك، هنا كان هنا يعني في الحيطه دي قصدك، على الديكور ده؟ تمام اوكي نحذفه، حاضر تمام كويس كده، انت وسعت الدنيا اكتر. بس احنا كده كده ممكن هنا نحط بانوهات وهنظبط الدنيا يعني، مش هنسيبها كده، لازم هتتعمل معانا بشكل مختلف يعني. طيب كويس قوي كده، احنا خلصنا. بعمل سيف بقى لكل التعديلات اللي عملتها دي، تمام. انا كده جهزت كل حاجتي وجهزت الليرات اللي هتطلع معايا، وبتاكد ان انا ما عنديش حاجه متداريه او حاجه مش موجوده. بفتح الايزوليت كده كل الدنيا زي الفل، دبل كليك كده كل تمام خلاص. يبقى انا كده مبدئيا عملت سيف از، عدلت التعديلات اللي انا عايزها، نقلته في الزيرو والزيرو، ظبطت الليرات اللي هاخدها معايا. ناقصني ايه بقى؟ ناقصني خطوتين انا بعملهم بصراحه، ماشي. الاول بقى قبل ما انسى، احنا هنحتاج سقف وارضيه ولا لا؟ دلوقتي محتاجين ارضيه وسقف ولا لا؟ تمام، يعني انت محتاج ارض من دلوقتي او سقف تعملها من دلوقتي، صح؟ تمام، يعني ممكن اخدها من دلوقتي معايا من عرض الارض والسقف على طول وايه ونشتغل مباشره. طيب تحب تاخد الارض او السقف من على بره الاجمالي ولا من الداخلي؟ اوكي، يعني هتمشي على الحدود من بره كده، تاخد السقف من بره خلاص كده ماشي، ها، ولا تاخد السقف والارض من جوه على الصافي الداخلي؟ تحبوا انهي؟ من بره ماشي، حاضر. يبقى اخد كده بولي لاين على طول مره واحده ماشي، وابتدي امشي ها على السناب. الباشمهندس ايمان، الفرق يفرق معاكي في ارتفاع البلاطه، تمام. نقطه برده مهمه جدا عشان تبقوا فاهمينها، انا ليه بقول لك من بره ولا من جوه ليه. بص يا باشمهندس، الرسم الهندسي او الاسس الهندسيه عشان تبقى الكلام واضح، لما اجي اصمم الدور، الدور عندي احنا اتفقنا كذا مره، تمام، ان انا عندي بيبقى في... سوري عفوا ما اعرفش بقى، سامحوني بس ببقى شغال بال بال طب ممكن في هنا ريكتانجل، في ريكتانجل اهو، تمام. يبقى عندي بلاطه خلاص، تمام، ادي بلاطه سقف اوكي، وزيها بلاطه تحت اهي، وبينها الحيطان. يعني باخد حيطان كده مثلا ايه، اخدها مثلا كده اهو، انا برسم طبعا ايه كده، ادي حيطه تمام خلاص، وادي حيطه. فاهمين الكلام ده معايا يا جماعه ولا في مشكله؟ ادي حيطه وادي حيطه اوكي. المفروض ان انا ارتفاع الدور بتاعي، ارتفاع الدور تمام، بيبقى 3 متر شامل عندي بلاطه. يا اما تاخد من تحت هنا لحد هنا اول دي كده، بيبقى ده 3 متر خلاص. يا اما تاخدها من فوق خالص وايه ومن اول هنا، بيبقى كام؟ 3 متر. يعني الدور شامل ايه؟ بلاطه سقف. طب البلاطه دي كام؟ البلاطه مثلا لو هي مثلا لو بتتكلم في فلات سلاب حوالي 25 او 30 سنتي، 25 او 30، طبعا انت ايه بتشوف الماس، عشان كده انتوا فاكرين السلك الصافي من جوه، فاكرين لما انا جبت لكم في الفيديو ده كان بقيس الصافي من جوه ليه؟ لان ده يحدد معايا لما اجي اطلع بالحيطه اكسترود هطلع بيها قد ايه، تمام. فلو خدت البلاطه على بره هطلع بالحيطه صافي، لو خدت البلاطه من جوه هتبقى ايه البلاطه جوه الايه الحيطه، فهمتوا حاجه؟ يعني هتبقى الايه البلاطه كده تمام جوه الايه الحيطه، فتبقى ارتفاع الحيطه شامل الايه البلاطه. فهمنا الفرق ما بين الاثنين؟ او فهمنا فهمنا الفرق يا جماعه كده بين الاثنين؟ مش منسين، واضح الفرق ولا لسه؟ ها، فلو خدت على بره على الاجمالي، فانا عارف ان البلاطه بره حجم الحيطه، تبقى لوحدها، باخد حيطه صافي من غير حجم الايه البلاطه. لو واخد بالبلاطه بيبقى الحيطه ايه بارتفاع الدور كله اللي هو 3 متر، تمام. طيب عشان كده قلت لك هتقيس على بره ولا جوه، تبقى عارف الدنيا تبقى ماشيه معاك ازاي، تمام. اتمنى تكون الدنيا وضحت معاك. طيب جود، فاحنا بقى دلوقتي هنشتغل على بره ولا اللي جوه؟ ان شاء الله بره ولا اللي جوه؟ عايزين انهي؟ تمام نشتغل على بره مفيش مشاكل. يبقى بولي لاين، وهمشي كده على المسطح بتاعي كله اهو كده اهو، تمام، عدل كده على طول، باخد ايه ماشي على الحدود بتاعتي اللي بره كلها كده، باخد بولي لاين على طول عشان يطلع معايا ايه
مقفول ورايح دماغي. مش مهم بقى حته العمود دي مش هتبان عندي، هبقى اقفل كده اهو كده هو عندي، واقوم طالع كده ايه، اخد برضه طبعا البلكونه معايا عدل خلاص تمام، لان ايه كده السقف مغطي طبعا البلكونه او الارضيه هتبقى نفس الموضوع، واطلع لحد مثلا ممكن ايه اقول ايه ممكن لحد هنا كده مثلا، واقوم قافل كده ما عنديش مشكله في القصه دي، واقوم طالع كده لحد ما اقفل، واقوم ماشي كل ده ماشي ايه من بره كده اهو لحد هنا، واقوم قافل ايه لحد الجزء ده كده تعمد كده ماشي. ادي البلاطه بتاعتي. عايز تحدد بقى مثلا كده شويه، تقول مثلا الله يرفع لي دي كده شويه ما عنديش مشكله لحد مثلا تعمد كده اهي ماشي، ممكن ارفع الجزء لو انت عايز ترفع الجزء ده كده خلاص زي ما انت عايز يعني، ممكن ترفعه لفوق كده شويه اهو لو انت عايز تاخد ايه بلاطه الايه المطبخ ده معاك يعني، لو انت عايز تاخد الجزئيه دي كلها ما عندناش مشكله، لو عايز تاخد السقفيه دي معاك واعمل له كده ايزوليت وابتدي اظبطه خلاص. ما اعرفش ليه اللون الغريب اللي محطوط فيه ده، اوكي، واقدر اعمل له اكسبلود بقى تمام. ليه بقى؟ عشان ابتدي اشيل بقى كل العك ده وابتدي اظبط الايه الابعاد بتاعتي، ولا اكمل كده فيلت برضه خد لي ده مع ده، او ممكن اخد لاين كده واعمل مع فيلت اهو. عفوا مش عارف ايه الالوان الغريبه دي. طب انا كده بشوف البروبرتيز بتاعتي بتاعت البرنامج، ليه كله واخد اللون ده مظبوط على اللون ده كله باي لير. الريسنت كلر لا، انا الريسنت كلر كله ايه مش عارف ليه باشمهندس مغير الريسنت كلر واخده كده، المفروض الريسنت كلر يكون ابيض اوكي تمام عشان ابتدي اشتغل بوضوح يعني. اقول له كده فيليت وابتدي اخد ده مع ده اهو، واخد لاين هنا كده عدل مستقيم، واقول له برضه فيليت ده مع ده اوكي، وكل ده اخليه ايه ده كده البلاطه بتاعتي او الايه الارضيه بتاعتي، اقول لك كل ده ايه جوين اهو، ادي الايه البلاطه بتاعت حضرتك. لازم له برضه لاير ايه ها اوكي، لازم اعمل لاير بقى هنا جديده، اقول لك كده يكون ايه ها سلاب او فلور، زي بقى سيلينج او فلور زي ما انت عايز، ممكن مثلا ايه سيلينج تمام. هم خد بالك الاثنين واحد بنفس المقاس يعني، يعني السيلينج او ايه برضو اندر سكور ايه ماكس عشان ابقى عارف خلاص. يبقى هي كده وكده واحد، يعني تاخد ايه الارضيه هي نفس ايه السقف بتاعك، بس ابقى عارف ان انت شغال على ايه على النقطه دي خلاص اوكي. خلصنا القصه دي كلها، يبقى انا خدت برضو ايه الارضيه بتاعتك. ممكن تطلعها على جنب تبعدها على جنب براحتك خلاص يعني، ممكن تطلعها على جنب بقى كده ايه منفصله سيبريتد براحتك زي ما انت عايز تمام كده يا باشمهندسين. خلاص يبقى انا خدت البلاطه بتاعتي وخدت الايه الارضيه وخدت الحيطان وخدت الكلام ده كله، سيف بقى كل الكلام ده. واجي لاخر خطوتين مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه طبعا انا الملف ده هاخده كده كاني واخده كوبي وبيست، مش مهندسين يا ريت ناخد بالنا من الكاميرات، ايوه كده الله ينور عليكم. الملف ده انا هاخده بكل ما فيه ادخله فين؟ في برنامج الماكس صح؟ لو انت خدته بالحاجات دي كلها باللايرز دي كلها الموضوع صعب قوي تمام، الموضوع بيبقى صعب جدا يعني. بص عفوا كده الليرات كل دي ليرات كتير قوي، كل ده هيروح ماكس، انا مش عايز كل ده صح، انا مش عايز كل الكلام ده كله. حتى برضو لما انت كنت عامل تكست ستايل، بص في كام تكست ستايل هنا نشوف، بص كام دي، انا مش عايز كل ده برضو. وعندك في الدايمنشن برضو في كام دايمنشن ستايل تمام، الملف فيه اوفرلاب كبير قوي، الملف فيه اوفرلاب كبير قوي. طب هعمل ايه خلاص؟ عندك حاجه او عندك حاجتين احنا بنشتغلهم، حاجه اسمها البرش وحاجه اسمها الاوفر كيل. الاوفر كيل بنستخدمها كده، الاوفر كيل دي بتعمل ايه؟ دي بتمسح كل الاوفرلاب في الرسم يعني كده سبيس ها، بيقول لك ايه في اي اوفرلاب، هقول له اه انا مش عارف نسبه التولرنس او نسبه الجاب واحد في المليون، لا انا عايز اه تبقى نسبه كده، وكررها كذا مره. طب الامر ده بيعمل ايه؟ الامر ده لو في زياده في الرسم خطوط ها متكرره بيبتدي يشيلها، خطوط متكرره مش محطوطه في لاير او مش مستخدمه في الرسم اوكي، اي حاجه اوفرلاب هو يشيلها. فانا بعمل عمليه تنظيف للايه للرسم بتاعي عشان لما اجي اشتغل ما يبقاش فيه خطين فوق بعض، واجي اعمل ويل ده واعمل حاجه الاقي فيه ايه تكرار في الرسم بتاعي. دي نقطه. النقطه الثانيه البرج، برضو امر برج مهم جدا خلاص. ليه؟ عشان اشيل بقى كل زياده. طب بدات فين؟ تعالى مثلا بص ايه للبلوك، بص فيه كام بلوك كان موجود واتشال، خد بالك لما تروح ماكس هياخد معاك البلوكات دي كلها تمام. انا محتاج الكلام ده كله؟ انا مش محتاجه خلاص، انا مش محتاج كل الكلام ده. طب الدايمنشن برضو كتير قوي، فلازم اقول له برج اول شيل لي كله تمام، اقول له ايه ها شيل لي كل ايه اللي الزيادات اللي عندي تاني معاه لحد ما تروح خالص تمام.
ما هو الامر فوق اهي يا باشمهندس، شايفاه؟ برج اهو، شايفاه؟ فوق اهو الامر مكتوب في الويندو اهي، شفتيه كده؟ اهو. اللايرز لسه في لايرز برضه، اقول هات لي اللايرز، اقول برج، اقول برضه شيل لي كله، كل اللي مش مستخدم عايز اشيله. تمام؟ لحد ما يديني ايه؟ خلاص مفيش حاجه تانية، ايه؟ مفيش اوفر خلاص. مفيش عندي اوفرلاب خالص في الشغل بتاعي. تمام؟ خلصت الكلام ده كله، اوكي؟ اطلع اتاكد من اللايرات هنا، او ما عادش عندي غير الماكس بس، شايفهم؟ ما اعرفش ايه الفينيشر ده جاي منين؟ اه ده في لسه عندي هنا كده حاجه، ماشي اوكي اهو. تمام؟ ده برضه لسه واخد اللاير بتاعته كلها اللي هي الفينيشر ماكس، وهنا ايه؟ الدور ماكس، اوكي؟ خلاص هي بس ده اللي جاي زياده عندي، ما اعرفش ليه. ودي بوينت ده ما ممكن ما ادخلوش عندي، المهم دول ايه؟ مجموعه وايه بقى ده؟ ما اعرفش ايه الرصاصي ده؟ اوكي ماشي. يبقى كده الليرات اللي كانت كتير جدا خلاص، انا بالنسبه لي الموضوع خف قوي، لدول بس اقدر اشتغل عليهم بمنتهى السهوله. تمام؟ فهمنا الكلام ده كده يا جماعه؟ حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه ده؟ اوكي، يبقى احنا كده نظمنا الملف بتاعنا، الملف ده جاهز ان هو يطلع للايه؟ الماكس. نقطة مهمة برضه بتأكد منها، ان لازم يكون اليونت عندي. الله بس باشمهندس ما يكونش ناسي اليونت. لا اليونت عندي ايه؟ مظبوطة الدنيا زي الفل. خلاص يبقى اليونت عندي هنا ايه؟ تمام؟ خلاص يبقى كده عندي برضه الموضوع مظبوط، مفيش عندي مشكلة خالص. باشمهندسين معايا؟ اه معلش الشات اختفى من قدامي شوية. تمام يا باشمهندسين؟ يبقى انا كده ايه؟ جهزت الايه؟ الشغل بتاعي اهو. وجاهزين احنا نطلع بيه الماكس. نقفل بقى معلش بقى باشمهندس السمر والشغل بتاعنا بقى خلاص، ده احنا مش عايزينه خلاص، احنا ايه؟ عايزين اللي احنا محتاجينه فقط لا غير. نقفل بقى حتى برضه شغلنا كده كله. تمام؟ انا بس يا باشمهندس صلاح بتاكد ان اليونتس مظبوطه بس، يعني اليونتس بتاعتي مظبوطه فقط لا غير، انا بتاكد يعني. تمام؟ يعني انا ما عملتش حاجه غير ان اتاكدت بس اليونتس بتاعتي ان هو ظابط اليونتس فقط لا غير، يعني بقول له بس اليونتس بتاعته اتاكد ان هو شغال بالمتر واليونتس بتاعته مظبوطه فقط. تمام باشمهندس صلاح؟ لو في اي مشكله في النت ممكن ترجع لاول محاضره هتلاقي شرح الموضوع ده بالتفصيل. تمام باشمهندس. طب انا كده تقريبا خلاص انا جاهز. تمام؟ وجاهز ان انا ابدا اتحرك واشتغل اطلع لي برنامج الماكس، بس سايب بقى طبعا كل اللي عملته ده. تمام؟ وما عنديش مشكله ان البرنامج يكون مفتوح قدامي او الكاد يكون مفتوح قدامي. طيب ننتقل بقى خلاص كده، احنا مرحله الكاد بالنسبه لنا خلصت خلاص، انا كده ظبطت دنيتي. المرحلة الثانية اللي هشتغل فيها ان انا اروح على ايه؟ على برنامج الايه؟ الماكس. باشمهندس عمر بيقول لي ممكن اتاكد ان كل شيء على الزد زيرو. تمام؟ ما انا بص باشمهندس عمر انا لما جيت اشتغلت كله خلاص وعملت الموف، فانا تحت كتبت له من النقطة دي كتبت له تحت هنا زيرو زيرو، فخلاص هو بينزل عندي كله في الزيرو زيرو. مش هيبقى حاجة ثانية غير كده باشمهندس عمر، اوكي؟ وانا شغلته دي اصلا مفيش عندي زد خالص. فانا شغال اوريدي اكس واي فزيرو زيرو خلاص بيتظبط معايا، ده الخطوه اللي انا عملتها في الاول. تمام ماشي يا باشمهندس عمر، تسلم. طيب تعالى بقى دلوقتي لا انا لا في سكيل ولا في اي حاجه، انا بشتغل زي ما انا شغال 1 تو 1، لا محتاج سكيل ولا محتاج اي شيء، بنفس الابعاد بتاعه الكاد. تمام خلاص بنفس الابعاد اللي احنا راسمين بيها اللوحه بتاعتنا، ما بلعبش في سكيل ولا بلعب في اي حاجه خالص. تمام اوكي. طيب تعالى بقى نفتح برنامج الماكس. اوكي ادي الماكس اهو، انا طبعا عندي الماكس 2017 مش حاجه حديثه قوي. لسبب بسيط جدا ان عندي مجموعه بلجنز وسكريبت انا بستخدمها، او انا كنت مشتريها. يعني طبعا البلجنز والسكريبت انا ما بحبش ان انا اجيبها من مصدر غير معلوم، بحب اشتريها. فطبعا الاصدارات بتختلف والبلجنز والسكريبت بيبقى متاح لكذا اصدار، بلس ان انا 2017 بفتح معايا في الشغل بسيط وخفيف الى حد ما، ومتسطب وجاهز. فانا بريح دماغي بقى، ما قلتش بصراحه ان انا اخش في تفاصيل. مش معنى كده ان انا مش حابب الاصدارات الاعلى او في مشاكل في الاصدارات الاعلى، لا هو ما فيش مشاكل ولا حاجه، هي بس الموضوع كله الفيصل بتاعي فقط في البلجنز والسكريبت اللي انا مشتريها هي تشتغل مع الاصدار ده و2018، يعني بشتغل 2017 و2018. فانا خلاص يعني فرق ان انا اشيل اصدار واحط اصدار، فانا خلاص ايه ما اهتمتش بالباقي. انما ان شاء الله ممكن انزل 2020 او 2021 وانا اجيب واشتري البلجنز والسكريبت الجديده، فدي ممكن ان شاء الله خطوه مستقبليه افكر فيها باذن الله. يعني عشان ما بس ما حدش يتخض كده يقول لي ليه 2017، يعني ليه مش شغال اصدار حديث؟ لا هو ما فيش مشاكل ولا حاجه، المشكله عندنا يعني. عفوا يا باشمهندسين. طيب كده بيفتح معايا برنامج الماكس اهو زي ما انتم شايفين. الناس اللي اول مره تشتغل على الماكس ممكن تتخض من المنظر شويه، ايه ده احنا كنا في الكاد الدنيا كانت سلسه ولذيذه. لا هنا الموضوع برضه سلس ولذيذ ما فيهوش قد مشكله خالص. بس يهمني فقط ان انا زي ما قلت لك لما اجي اخش على برنامج انا ببقى عارف انا عايز منه ايه. يعني حتى انت هتلاحظ بص البرنامج بتنظم كده بطريقه انا
اللي منظمها له. يعني انا منظم الطريقه دي اللي انا عايزها فقط لا غير. اوكي؟ يعني انا منظم بالطريقه اللي انا عايزها بس. المهم فتح معايا البرنامج بيديك اللي هو الايه الستارت اب او التمبلتس او اللي هو الويلكم سكرين زي ما بيقولوها، بيسموها ويلكم سكرين، حتى تحت بص كده يقول لك شو ذيس ويلكم سكرين، ممكن تقفلها خلاص. بس هو بيعمل لك ايه؟ بيديك ريسنت اخر ملف انت كنت شغال عليه، ولو عايز تبدا ستارت بروجكت معين فانت ممكن تبدا مثلا ستارت اللي هو الايه الستارت اب الاوريجينال سايز، ممكن تبدا عليه كده تقول له ايه ابدا من هنا دبل كليك يبتدي يفتح لك ايه نيو بروجكت. تمام؟ فانت كده جاهز انك تبتدي تشتغل. برنامج الماكس زي ما انتم شايفين كده متقسم اربع اجزاء، تمام؟ اثنين او ثلاثه فيو بورت عادي، وواحده برسبكتيف او واحده تبقى ايزومتريك تقريبا. هي مش ايزومتريك بالظبط، بس احنا بنقول عليها برسبكتيف لان الايزومتريك بتبقى مظبوطه ادق من الماكس في الكاد، يعني ادق من الماكس. فعندك هنا التوب وعندك الفرونت وعندك الليفت عندك البرسبكتيف. انا بحب اشتغل على اربعه لاني بحب اظبط واشتغل من خلال الفيو اللي قدامي، فدي حاجه بتبقى بالنسبه لي مريحه جدا في الشغل، فانا بفضل اشتغل على الاربعه قدامي. اوكي؟ عندك جزئيه بقى اللي هي جزء زي اللايرز كده عندنا، خلاص دي اللي هي الجزء اللي عندك فيه السين اكسبلولر، تمام؟ اللي هو الجزء ده بيبتدي يبين لك كل اللي انت، يعني مثلا سي انا لو رسمت مثلا ايه بوكس هنا كده اهو، خلاص بيظهر لك هنا اهو، تقدر تعمل له اون اوف، ده نظام اللايرز كده، تمام؟ مش بقدر اشتغل ليه، فده انا ببقى ظاهر قدامي على طول. عندك بقى جزئيه الفي راي، تمام؟ وعندك جزئيه الايه الجزء بتاعي بقى المهم كله في الشغل بتاعي هنا اللي هو جزئيه الايه الدروينج والكرييت والموديفاي واللايتنج والكاميرا الى اخره من بقيه التفاصيل بتاعتي، ده جزئيه الوركينج بتاعتي كلها. تمام؟ طيب اول حاجه قبل ما اشتغل، قبل ما اشتغل خالص انا بحب اظبطها، طبعا انا ظابطها عندي بس انا برضه الناس اللي مش ظابطها، انا بحب برضه اظبط اليونت، لازم اظبط اليونت بتاعت البرنامج عندي، فبقول له عندي اليونت بتاعي هنا، فاليونت بجيبه منين؟ من كاستمايز، وابتدي اخش على الايه؟ اليونت سيت اب. اوكي؟ اليونت سيت اب، بخش على اليونت، تمام؟ لازم اتاكد ان اليونت عندي هنا ميترز. اوكي؟ مش عايز حد يروح يلعب في السيستم يونتس، الله يبارك لكم، في ناس بشوفها كده في فيديوهات على النت يقول لك ايه روح العب لي في السيستم يونت. لا، هو هنا تقول لي اصل السيستم هنا او اليونتس هنا انش. اقول لك هنا يا باشمهندس في نقطه انت مش واخد بالك منها، ان هو الراجل اللي عمل البرنامج ده ظبط اعدادات الاضاءه والانعكاس والانكسار والحاجات دي كلها بالانش، هو الراجل هناك عندهم في امريكا شغالين بالانش والفيت، فظبط المعادلات الداخليه بتاعه البرنامج حساباته الداخليه اللي بيعمل عليها الريندر و الشغل بتاعه كله على الانش، تمام؟ فخلاص دي بتاعت السيستم، ماليش دعوه انا ليا في ايه، ليا بالايه بالديسبلاي يونتس بتاعي السكيل بتاعي، بقول له خليه لي متر او سنتي براحتك، تمام؟ انا ليا في الايه في السكيل بتاعي، انا لما اجيب ملف من بره يهمني ان هو يتحول لمتر او لسنتي، انما العب في السيستم يونتس دي ما تجيش جنبها، تمام؟ دي نصيحه يعني عشان بعض الناس يعني حتى الشرح على اليوني على اليوتيوب او حاجه يقول لك حاول، لا ما تحولش سيبها زي ما هي، خلاص انت ليك ايه بس في المتريك بتاعتك بتحوله له متريك، خلاص شكرا انتهى الموضوع، تتاكد بس ان هو متريك، انا اوريدي ظابطها ومحددها عندي. طبعا في كذا حاجه ثانيه طبعا بالكلام ده بيبقى في الشرح بقى بنظبط بقى بعض شويه حاجات كده عندي برده، فدي قصه مش مهم. المهم دلوقتي عندي فقط جزئيه الايه اليونتس عشان تجيب الملف. طيب انا عايز اروح اجيب ملف الكاد بتاعي. باشمهندس محمد بيقول لي يعني متر، بص يا باشمهندس محمد انت بتظبط طبقا لليونتس بتاعت الكاد، تمام؟ يعني حطها قاعده كده، لو انت شغال في الكاد بالمتر هتشتغل هنا بالمتر، لو شغال في الكاد بالسنتي تشتغل هنا بالسنتي بالظبط، الله ينور عليك. فانا هناك متر يبقى انا هجيب هنا متر، فهمتني يا باشمهندس محمد؟ خلاص لو انا شغال هناك سنتي هجيب هنا سنتي عشان يبقى ايه السكيل مظبوط 1 تو 1 عشان ما ابوظش الدنيا. اوكي؟ تمام يا هندسه. طيب انا دلوقتي عايز ابتدي ادخل ملف الكاد بقى بتاعي هنا عشان ابتدي اشتغل عليه. طيب هجيبه منين؟ هطلع على الماكس هنا كده فوق اهو، وعندك ها زرار ايه او عندك الايه ها هجيب الفايل بتاعك بتاع الايه الامبورت، عايز تعمل ايه امبورت للفايل بتاعك، ماشي؟ هتعمل امبورت استيراد، يعني هتستورد الملف بتاعك، طبعا امبورت من برنامج خارجي، تمام؟ يعني بقول لك امبورت من ريفيت، امبورت من كاد، من الاف بي اكس اللي هو لينك اف بي اكس، تمام؟ خلاص ملفات الاف بي اكس يعني. اوكي؟ فانت ايه الامبورت ده بتربط بملف خارجي. اوكي؟ فانا هقول له امبورت، طيب امبورت ايه لينك تو كاد؟ لا بقول له امبورت بس، خلاص كليك اهو على امبورت بس، خلاص تمام امبورت فقط لا غير، ماشي؟ خلاص ما بقولش بقى لينك الكاد ولا الكلام ده كله. طب انا ما اعرفش احنا حفظناه فين الاول، بس اشوف كده الفايل احنا حفظناه فين، احنا كنا حافظينه فين. طب اقول لكم على فكره حلوه، انا هعمل كده فايل على الديسكتوب، ماشي؟ اعمل نيو فولدر كده وهسميه ايه بيم اريبيا، بروجكت
تمام. انا احب كده ايه اخصص كل حاجه لوحدها، واجي هنا على الملف اقول له سيف از، تمام، اطلع منه نسخه على الديسكتوب في بيم اريبيا على الديسكتوب عشان يبقى قدامي في بيم اريبيا بروجكت اهو، واقول له اوكي سيف. خلاص تمام، يبقى عندي اصدار اهو اللي انا هشتغل عليه، هو موجود عندي هنا الكارت، يبقى قريب انا عارف انا رايح فين وشغال عليه اهو، ما عنديش مشكله خالص. تمام، هنا نسميه بس عشان الباشمهندس ابو بكر ما يزعلش مننا، هنسميه ابو بكر. تمام، عشان الباشمهندس ايه ما يزعلش مننا. فين الاسامي؟ اعتقد هو فين 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 فين, فين. عشان الباشمهندس ابو بكر برضه ما يزعلش مننا، احنا ادينا له كلمه فاحنا لازم نكون ايه قد كلمتنا معاه، صح كده؟ اه مبسوط باشمهندس محمد. ماشي يا هندسه، تأمرني يا هندسه. انا اقفل بس هنا في الكاد عشان اعمل النيم بتاعه وبعدين افتحه تاني. اجي هنا اهو بيست، اي خدمه هندسه. تمام كده هندسه، اي خدمه. ماشي هندسه، نفتح بقى كده تاني الملف عندنا عشان تاني يشتغل. طيب خلاص انا كده فتحت الفايل بتاعي زي ما انتم شايفين كده، اوكي، وخلاص عندنا غير الاسم عشان باشمهندس ما يزعلش، ونبتدي نشتغل هنا. الله يبارك لك يا رب، تسلم هندسه. فتحنا الماكس وتاكدت مليون يونت، هروح جاي كده اعمل له هنا ايه امبورت، تمام، واقول له بعد اذن حضرتك انا على الديسكتوب عندي في فين بسم الله بيم اريبيا بروجكت، واقول له في الباشمهندس ابو بكر اهو عندنا. خلاص بعد اذنك عايزين نضيف الملف بتاعه هنا عندنا، واقول له ايه اوبن. تمام، شايف بيكتب ايه تحت كده، ماشي اهو اوبن. بيظهر لك لوحه جميله كده حلوه لذيذه قوي، بيقول لك امبورت فروم كاد، انت سعادتك عايز تعمل ايه؟ فهنا بيقول لك في جيومتري واللايرز والسبي لاين ريندرنج. الجيومتري بيقول لك انت جايب الميترز وهعمل لك ريسكيل، لو في اي مشكله هظبطها لك يعني، انت جايب الميترز اهو. سعادتك هتجيب مين؟ انا بقول انا بجيب اللايرز، انا عايز اللايرز اللي هي اللايرز حيطان، لاير الشبابيك، بجيب اللايرز بس. تمام؟ اعمل لك اوتو سموث لو في دوران او حاجه، ماشي اوكي. خلاص الكيرفز الكلام ده كله، كل ده انا ما عنديش فيه مشكله، يهمني بس اللايرز واتاكد ان ايه اليونتس عندي شغال. اللايرز انت عايز انهي لايرز بقى؟ فاقول له والله مثلا ممكن الزيرو دي مش عايزها. كولوم ديف بوينت دي مش عايزها، الدايمنشن ان دي مش عايزها، ما فيش عندي دايمنشن ان، يبقى عايز الدور والفرنيتشر، طبعا في اي فرن دي فيها حاجه، التيرس الوول والويندو، يعني اللي انا بس في عندي الشغل بتاعه فقط لا غير بخليه والباقي مش عايزه. طبعا تقول لي طب يا باشمهندس ما احنا شلنا الليرات ليه هناك؟ اقول لك ما كان هناك في 30 لير. يعني هقعد هنا اشيل 30 لير؟ لا، انا هناك خففتهم، هنا شلت 2 لير 3 خلاص، يبقى اسهل كتير قوي. واقول له هنا ايه؟ طبعا سبيلاير ريندرنج ماليش دعوه بيها، واقول له هنا ايه؟ اه اوكي. بيحمل الفايل، ادي الملف بتاع حضرتك، ولو لاحظت هنا هتلاقي نازل زي الكات في 0 0، فهمنا حاجه؟ نازل زي الكات فين؟ في 0 0، مفيش عندي اي لعب خالص، مفيش عندي اي مشكله، في حاجه طالعه هنا بايظه معرفش ايه ده، في حاجه بتحول 3 دي هندسه، انت كنت عامل عمود 3 دي هناك صح؟ تقريبا انت كنت عامل عمود 3 دي هناك في البروجكت بتاعك. تمام؟ يعني جينا هنا كده بقى نبص كده على عمود 3 دي اللي كان معمول، خلاص هنا كده في حاجه 3 دي. ده ايه ده بقى؟ انت نازل حاجه جايب حاجه بلوك يعني نازل كده 3 دي؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده بلوك نازل كده؟ ترابيزه نازل 3 دي؟ طب كويس، المهم في البلوك مش مشكله، في البلوك في مش هتفرق معانا، لو في كده انا المهم بس عندي يكون اللي ايه الحيطان وبتاع كلها مظبوطه. تمام؟ اوكي؟ ففي البلوك مش مشكله. باشمهندسه ليلى ممكن تفتح المايك يا باشمهندسه ليلى، وتفتح السماعات يا باشمهندسه ليلى، كل الناس سامعاني وبتتكلم معايا عادي، انا مش عارف انت ممكن يكون عندك مشكله في الصوت، شغال السماعات عندك يا باشمهندسه. تمام، فكده جزئيه الفرنيشر دي نزلت كل حاجه اهي. بص كميه بلوكات جت بقى ايه، شوف احنا شلنا حاجات وكميه بلوكات برده جت معانا اهي، فانا ممكن اقفل البلوكات دي كلها كده اهي. تمام، نقفل كل البلوكات دي خلاص، ونخلي عندنا بس فقط ايه الاربع لايرات. بص عشان كده شفت كل البلوكات اللي شلتها، في حاجات لسه برده ايه جايه معانا برده اهي خانقانه. بص كل دي بلوكات، طبعا الحاجات دي كلها مؤقتا وهنمسحها تاني، يعني انا بس مش عايز غير ايه الحوائط والحاجه اللي عندي فقط لا غير. تمام اهي، ادي اللايرز بتاعتي كل دي بلوكات، ما عنديش فيها مشكله خالص، اقفل البلوكات بتاعتي دي، حتى ممكن اقفل كمان الايه الفرنيتشر دي خلاص، وال خلاص كده نقفل كل الايه. فانا عندي كده شغل الكات بالظبط، لو انا عملت تكبير كده خلاص، دي الجزء ده، ادي الجزء اللي احنا كنا شغالين فيه في الكات، وهو موجود قدامنا بالظبط والدنيا زي الفل، ما عنديش ادنى مشكله، وادي مجموعه اللايرز بتاعتي شغاله عندي. في مشكله كده يا جماعه في اللي انا عملته ده؟ باشمهندسين الاعزاء، في اي مشكله في اللي احنا عملناه كده حتى الان؟ في حد عنده اي مشكله في اللي احنا عملناه كده حتى الان يا باشمهندسين؟
باشمهندسة ليلى، يا ريت تراجع السماعات عندك، ممكن يكون في عندك مشكلة في السماعات. انت كده سامعيني ولا حد عنده مشكلة في الصوت كمان؟ باشمهندس فريال تمام، باشمهندس تاكي لو انا الاسم قالي صح يعني. تمام كويس، حلو قوي جدا، تمام كويس زي الفل، تمام حلو قوي. طيب نكمل، لان احنا كده الوقت خلاص، احنا قربنا نخلص، وعايز نطلع بالمبنى ده على الاقل، او نطلع بالجزء ده، وبعدين نبقى ايه نكمل الباقي المحاضره الجايه ان شاء الله. باشمهندس ابو بكر او باشمهندس محمد ابو بكر، يا ريت لو عندك بلوكات اللي انت عاملها ممكن تبعتها لي اللينك بتاعها، لو ما عندكش طبعا هيطلع عيني انا بقى اقعد ادور عليها يعني. خلاص، فلو عندك تبقى ريحتني يعني، بحيث ان المحاضره الجايه على طول بعد بكره ابتدي اشتغل على طول، بعد ما ادور واضيع وقت في التدوير، لان طبعا الوقت بتاعنا ضيق شويه. فلو عندك بلوكات يبقى اوكي اللي انت جايب صورها دي، ما عندكش خلاص يبقى انا ممكن اخش اي ادور بقى كده واشتغل. طيب تعالى بقى نشتغل كده على الجزء بتاعنا ده، نمسك بقى بند بند، تعالى هنا كده ونمسك بند بند ماشي. تعالى مثلا نمسك الحيطان الاول، هقفل كل ده بقى كده اهو، واقوم طالب ايه بالحيطان، انا بقفل كل ده، ادي الحيطان والبيبان كمان نقفل، دي الحيطان بتاعتنا صح؟ اهو ادي الحيطان. الحيطان دي انا ماشي يا باشمهندس بكر، اوكي. عندي هنا مجموعه الموديفايد بتاعتي، انا مخصص مجموعتي كده الجميله اللذيذه، انا هم دول بس اللي بشتغل بيهم مش اكتر من كده. دول اللي بعمل بيهم كل شغلي. تمام؟ كل دول اللي انا بعمل بيهم كل شغلي. باشمهندس جهاد بتسالني جوين اوديو، مهندسه لا اختار انت بتشرحي باشمهندس اختاري جوين اوديو، تمام. اوكي ده بالنسبه لباشمهندسه ليلى، تمام. معلش الكلام جاي بس مقلوب عندي فكده. ما عنديش خلاص اوكي يا باشمهندس، اوكي ما فيش مشاكل. تمام هحاول اشوف انا اعمل البلوكات اللي عندي. المهم في الماكس عندي طبعا، انا عندي هم دول مجموعه الاوامر اللي انا مظبطهم لنفسي بشتغل بيهم، ما فيش غيرهم. خلاص اولهم طبعا امر اكسترود زي ما انتم شايفين كده، انا بظهر عندي ده كده واقول له اكسترود. بس اهو فالراجل طلع كده قال لك يا باشا انت طالع قد ايه؟ فبقول له مثلا الاماونت بتاعي، انت خد بالك ان احنا عامل ايه زي ما احنا قلنا. احنا هنضيف بلاطه خلاص اللي هي حوالي 30 سنتي او 25 سنتي تمام؟ خلاص يبقى عندي 25 ناقص 3 متر يبقى كام؟ ها؟ اوكي؟ تمام 25 ناقص 3 متر يبقى كام؟ يبقى 2 متر كام؟ 75 صح؟ انا شغال بالمتر. يبقى 2 متر 75، ادي كده طلعت بالايه؟ بالحيطه بتاعتي على طول يا باشمهندسين زي ما انتم شايفين كده. يبقى الامر سهل جدا، طلعت 2 متر 75 سنتي. خلاص ادي ارتفاع الايه؟ البلاطه بتاعتي على طول دايركت. يبقى خلصت الدور بتاعي مباشره. بس انا عندي هنا مشكله. يعني انا ظهرت عندي كده رغم شوف احنا عملنا كل الخطوات اللي فاتت دي كلها، بس انا عندي هنا مشكله. ايه المشكله اللي عندي هنا؟ عندي هنا حوائط مش مقفوله. واحد يقول لي طب عرفت ازاي؟ هقول لك الحيطه لما تطلع لازم تكون لونها كده جراي. لما تبقى لونها بلاك كده تعرف ان الحوائط دي مفرغه. طب مش عارفك يا باشمهندس، لو انا لفيت كده حواليها شايف؟ بص اهي شايف؟ بص الحته هتلاقيه مفرغ من جوه اهي، باينه قوي انها فاضيه من جوه. واضح الكلام ده؟ الحيطان دي الحيطه دي مقفوله اهي مصمطه، ودي مصمطه اهي، ودي برده مفتوحه. خلاص؟ فعندك هنا حيطين، ادي واحد اثنين ثلاثه مش مظبوطين عندي. اوكي؟ ماشي؟ مش مظبوطين عندي. طب هظبطهم منين؟ لازم اطلع من هنا. بص حتى هنا لو انت بصيت كده هتلاقي اللي طالع سوليد هتلاقيه حواليه ازرق، وده مش ازرق. لان بص هنا بص بقى في جاب هنا ما خدناش بالنا من الحيطه دي هنا في جاب عندي هنا، دي مشكله. خلاص تمام، يبقى انا محتاج ايه؟ وهنا برضو حصل مشكله، هو في هنا حاجه مش مظبوطه في الملف بتاعنا، فمحتاج اظبط بقى الحوائط دي ودي ودي. تمام طيب هظبطهم ازاي؟ بمنتهى البساطه هروح على الاس بي لاين، اللي تبقى الاس بي لاين خلاص، واخش على الفيرتكس النقاط، راح ظاهر لك النقاط اهي شايفها. تمام هنا سعادتك في مشكله بقى، ايه هي؟ ان انا كل اوبجكت، بص خد بالك بقى شايف الحته دي كده فيها نقطه صفراء واحده بس، عشان تعرف مشاكلك فين. تمام عشان تعرف مشاكلك فين، كل جزء فيه ايه؟ نقطه واحده فقط اللي هي الستارت بوينت، دي نقطه الستارت بوينت. تعالى الحيطه دي هتلاقي الحيطه دي كلها، بص اهي كلها اهي، ده الستارت بوينت. تمام تعالى على الحيطه دي ستارت بوينت دي اهو، كل حيطه فيها نقطه واحده فقط صفراء الستارت بوينت بتاعها. تمام اوكي اهي دي هنا الستارت بوينت هنا. تمام ماشي، بس هنا على الجزء ده في 2 ستارت بوينت، يبقى دي مش مقفوله، الحيطه دي مش مقفوله عايز تتقفل. طيب وهنا ستارت بوينت واحده ماشي. طب تعالى بقى هنا في الجزئيه دي، بص كام ستارت بوينت، ادي واحده 2 3، ايه ده الموضوع طبعا صعب قوي. يبقى انت الجزء ده محتاج ان هو ايه يتعدل عندك يا باشمهندس. فهمنا القصه دي ولا ايه تاني؟ ها فهمنا القصه دي ولا ايه تاني؟
واضحه يا باشمهندسين؟ فهمنا كده المشكله عندي فين؟ فانا على طول بجيبها من النقطه الصفراء دي. طيب احنا واضح ان الحيطه دي ما كانتش مقفوله كويس، والحيطه اللي هناك دي برده ما كانتش مقفوله كويس، يبقى احنا ايه عايزين نظبط هنا برده ايه، بص مقفوله كده مش قافله عدل يعني، تحس ان في حاجه كده غلط. فانت محتاج ساعتك تعمل ويلد بقى لايه للنقاط بتاعتنا دي كلها، وهنا برده واضح ان انت محتاج تعمل ايه؟ خذ هنا. خلاص؟ طيب هنعمل ازاي؟ تعالى يا سيدي، هنيجي على كده وناخد الاوبشنز بتاعنا، امر ويلد اهو، واقدر ازود له كده المسافه زي ما انا عايز، ماشي؟ واقول له اعمل لي ايه؟ ويلد يا باشمهندس. اخد كده، شوف يعني رغم اللي احنا عملناه كله في الكاد، بس كده اتزنقنا هنا في موضوع ويلد. ابو باشمهندس محمد بيقول اهو، باشمهندس محمد بالظبط لازم نلاقي مشكله، باشمهندس بيقول لك ويلد تاني من الاول كان ظبط في الكاد بالظبط، بس هنا حصل فيه مشكله، تمام؟ وده كويس بيني وبينك ان انا هو حصل مشكله، دي حاجه كويسه. ليه؟ بنتعلم، تمام؟ لان انت لو طلع حاجه معاك مظبوطه وحصل اي مشكله مش هتعرف تعمل حاجه، فده كويس. عايزين بقى نقفل دي، يبقى هنا دي ما اتقفلتش الحيطه دي، محتاجه مننا ايه؟ لاين، لان هنا كده مش عامله ويلد معانا، هنا مفيش نقاط وهنا مفيش نقاط ويلد. خلاص؟ تمام؟ طب لو قفلنا كده الاكسترود، لا لسه برضه ما قفلتش، يبقى انا لسه كده فيرتكس، يبقى انا محتاج عندي هنا ايه؟ ها؟ محتاج اعمل ايه؟ لاين، كرييت لاين. واشغل سناب على الفيرتكس، تمام؟ اللي هي النقاط بتاعتي او الاند بوينت مش مشكله، ابتدي ارسم ايه؟ نقطه من هنا كده لحد هنا كده لاين اهو. تمام كده سناب وشكرا. خلاص وابتدي اجي عند ايه؟ على النقاط بتاعتي اعمل له ايه؟ ويلد على الفيرتكس، وابتدي اعمل له ويلد للنقاط اللي انا عملتها هنا. عفوا لسه بيرسم، خلاص اخد من الكريت لاين واقول له ويلد، اختار ده اعمل له ويلد، واختار له ده اعمل له ايه؟ ويلد. هتلاقي كده غالبا هتلاقي النقطه دي ظبطت معانا ان شاء الله الحته دي كده. لو قفلنا كده تاني هتلاقي بص بقت ازرق شايفها، خلاص يبقى كده دي ظبطت معانا ودي ظبطت معانا. لسه الحيطه دي لو جينا في 3 دي كده، طبعا مش هنسى زينب، احنا قلنا الكلام ده لازم الحيطان عندي كلها مقفوله، اكيد في حاجه غلط يعني. ممكن لما نكون احنا عملنا اوفر كيل او عملنا بيرج، ممكن يكون حاجه في اوفرلاب هو شالها، فده اللي عمل معانا مشكله مش مهندسه ايمان. خلاص ده اللي ممكن يكون عمل معانا مشكله. هنا خلاص الحيطه قفلت اهي زي ما انتم شايفين، لسه الحيطه اللي بره دي يعني هنا كده خلاص قفل اهو، ممكن نقول لسه عندي الحيطه دي. هبتدي ارجع هنا تاني واقول له تعالى بقى وريني انت ايه مشكله معالي سيادتك، وارجع كده ايه على اللاين بتاعي تاني واقول له هات الفيرتكس واشوف بقى ايه المشكله هنا. طبعا المشكله اكيد في الحته دي برضه، هتحتاج هنا لاين تقفل خلاص، ممكن يكون شايل هنا اوفر لاب هنا، ممكن يكون محتاجة تكريت لاين هنا كده، غالبا ده اللي انا حاسه يعني. هبتدي يجي معاك هنا ايه اهو كده واقفل كده اهي خلاص، واخرج اسكيب وابتدي اقول له بقى يخرج من الكريت لاين، ابتدي اقول له اعمل لي ايه ويلد للنقاط دي كده ويلد، هتلاقي بقى يلم نفسه على طول كده ايه، وهتلاقي الدنيا ظبطت معاك ويلد، وهنا برضو ايه ويلد. خلاص تمام. لو خرجت كده ماشي من الاكسترود اشوف كده اللي حصل عندي ايه. مش مهندس محمد متضايق من موضوع الويلد، تمام؟ ليك حق طبعا، الموضوع متعب ومجهد، واضح ان احنا برضو لما عملنا لاين فيه مشكله. خلاص تمام. فهنا ممكن نعمل حركه لذيذه شويه لو هنا في مشكله، طبعا ما اعرفش لسه بقيه الويلد، عايز اشوف ده دول كمان. خلاص اخد ده كده برضه اعمل له ويلد اوكي، وهنا ما فيش عندي نقطه ثانيه، ممكن اخد ده كده هنا برضه في مشكله ماشي حاضر، هرجع له ثاني وده اعمل له ويلد. بصوا اي غلطه صغيره، شوف احنا رغم اللي كل اللي عملناه كل في الكاد ده، اي غلطه صغيره هنا في الماكس متعب جدا في تصليحها، فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نظبط الدنيا بشكل كويس. وهنا برضه ويلد، بس هنا طبعا في عندي سمك الحيطه، فانا محتاج دي اعمل لها موف كده شويه، عايزين نقطه واحده بس تمام من غير سناب كده ولا حاجه، واخد بس ايه برضو. طيب نعمل له ايه بقى؟ نعمل له مثلا هنا ايه فين فين فين، بسم الله، ناخد له مثلا زي انسرت بوينت ونبتدي نظبط له إيه نقطه كده، ننزلها له تقريبا كده تمام، نظبط الحيطه بتاعتنا بالشكل اللي هو ايه يعني تقريبا مبدئيا كده اهو كده كويس جدا. وسكيب، انا كده عملت نقطه ثانيه عندي خلاص، وابتدي اقول له بقى ايه خلاص انا كده اتاكد من الويلد بتاعي وشغال على الويلد هنا اهو، ادي ويلد، ضفت له نقطه ثانيه وادي ويلد برضه هنا اوكي. خلاص كله كده المفروض تمام. ابتدي بقى اقفل بقى الفيرتكس دي واشوف الاكسترود ثاني، برضه هنا في مشكله، واضح ان المشكله عندي في الجزء ده يعني، انا كده ايه واضح ان انا عندي مشكله في الجزء ده. بص هنا النقطه دي طالعه فين، فطبعا واضح ان انا المشكلة دي كده عندي هنا في اللاين ده تقريبا. لا كده هنبوظ الدنيا، فانا اعمل ايه عشان اريح دماغي من القصة دي خالص؟ هاخد هنا بوكس كده عشان بس اخلص من القصة دي والسناب بتاعي الجميل، واخد البوكس بتاعي هنا كده اهو شكرا، واطلع بيه كام؟
الارتفاع بتاع البوكس بتاعي كام؟ قلنا 2.75 متر، يبقى انا شكرا في ايه؟ لميت القصه دي. تمام؟ خلاص يبقى انا لميت ايه؟ اللاين بتاعي ده كده، اهو عملت بوكس هنا كده تمام؟ خلاص؟ ونشوف المشكله فين؟ هتلاقي المشكله عندك هنا، نشيل بقى ايه؟ الخطين دول القدام. تمام؟ هنشيل البوكس ده خلاص اللي احنا عملناه. شوف بقى، برغم ان احنا عملناه كله ده برضه لقينا في عندنا مشكله مضايقانا، ونشيل بقى كده في الاس بي لاين الجزء بتاعنا اللي احنا شغالين بيه، اللاينز دي نشيلها. على طول نخلص، بس احنا نقعد بقى نلف حواليه ونقعد كده، هنبقى الموضوع مجهد جدا بالنسبه لنا. هناخد بقى الخط ده اهو، في خط هنا نقول له عايزين السيجمنتس، في خط طويل اهو قول له ديليت خلاص مش عايزينه، ما احنا عملنا بوكس بقى خلاص، وده ديليت مش عايزينه، وده ديليت مش عايزينه خلاص. يبقى في عندك كده، وبرده الفيرتكس دي تمام، نقول له كده ديليت مش عايزين الفيرتكس دي، وفي فيرتكس دي كمان ما اعرفش بتاعت ايه. يبقى هنا عندنا الحته دي بقى ايه؟ خلاص سهله جدا، نعمل له بقى كريت لاين بالسناب ونبتدي نقفله من هنا. خلاص عالجنا كده القصه بمنتهى السهوله الحمد لله، وحلينا المشكله دي ما طلعتش مظبوطه شويه. كنترول زد ماشي، ناخد هنا كده بالراحه اهو كريت لاين كده لحد كريت لاين هنا كده اهي ماشي اوكي اسكيب خلاص. وناخد بقى الويل دي بتاعنا، معلش بقى هي مشكله كده بتقابلنا، يعني وارد انك ممكن تلاقي مشاكل تقابلك بالشكل ده كده. ادي ويل دي برده كده، هتلاقي الدنيا عندك ظبطت والنقطه الصفراء ظبطت. لو قفلت كده قال لك اتفضل، ادي الايه الشغل بتاع حضرتك مظبوط زي الفل، وادي الحيطان بتاعت معالي جناب سيادتك اهي. مهندس ابو بكر بيقول لي ارتبكنا ليه؟ بس ارتبكنا ليه يا باشمهندس؟ ارتبكنا ليه؟ اهو ادي الدنيا عندك زي الفل، مفيش ادنى مشكله خالص، وادي عملنا الايه؟ الحيطان والبوكس الجديد بس هو اللي واخد لون عندنا. تمام؟ خلاص باشمهندس ابو بكر، ايه المشكله اللي عندك؟ ايه اللي حصل؟ ايه الارتباك اللي حصل؟ او ايه المشكله اللي حصلت عندك يعني؟ بالظبط. خد بالك، هي دي ميزه برده مش عيب، يعني ميزه ان انا يحصل عندي مشكله كده عشان اعرف مشكلتها ايه وحلها ايه. تمام؟ يعني انا لازم برده القصه دي لازم اشوفها. مش باشمهندس محمد ابو بكر تدخل باسمين، في ابو بكر محمد وفي محمد ابو بكر، تدخل باسمين ولا ايه؟ اصل في استاذ ابو بكر فوق، ابو باشمهندس ابو بكر بيقول لي بيقول لي ارتبكنا، فانا بساله بقى ايه اللي ارتبك حصل منين؟ بيتكلم معاك؟ طب ماشي. طيب خلاص، يبقى انا كده طلعت بالايه؟ بالاس اوف بتاعتي. خلاص يبقى انا في الوول كده اتحولت 3 دي، ودي طبعا هتحط فين؟ في الوول برده معانا، او بوكس ماشي مش مشكله زي ما هو اوكي. واخد مجال الحقوق من كده؟ لا لا لا، ما حدش يقدر ياخد مكانك يا باشمهندس محمد. طيب تعالى بقى نطلع ايه؟ العمدان صح؟ الكولوم نفس الموضوع اهم، ادي الكولومز ماشي بتاعتنا الثلاثه اللي جايين خلاص. بس طبعا هنا عندي مشكله في الجزء ده، شايف دي كده؟ بالظبط، احنا لسه في الاول بنقول يا هادي. هنيجي بقى العمدان دي برضو عندي هنا مشكله ممكن هتقابلني، فانا من اولها كده شايفها خلاص. ايه المشكله بقى؟ ان انا لازم افصل دي، لان دي مش هتبقى نفس ارتفاع العمدان صح؟ يعني انا كده اقول له بقى تعالى بقى هات لي بقى ايه؟ ها الاس بي لاين ده سعادتك تمام، ده واخد الاجمالي كله. طب انا عايز اللي جوه دي بس، سيجمنتس مثلا عايز دي ودي، لا ده هجيبها لي كلها. يبقى انا همسح كل ده، يبقى انا كده محتاج اعمل ايه من الاول كده بانت معايا. اقول له بس لحظه واحده تمام، اديني بوكس هنا خلاص اهو الحته دي كده يا باشا اهي، ادي البوكس وهشغل السناب بتاعي وابدا ايه؟ ده الكاميرا اللي فوق شايفها، دي الكاميرا اللي هي فين؟ فوق كده. وهيبقى ارتفاع دي كلها قد ايه؟ اعتقد حوالي كانت كام؟ كانت حوالي 35 سم تقريبا. فاكرين كنت قايسها كام؟ اعتقد كنت قايسها كام؟ فاكرين ولا نسيته؟ انا هشوف بس كده لحظه واحده، راجع المقاسات في الكشكول بتاعي اللي انا بذاكر فيه خلاص. فشوف كده المقاسات، كنت رافع المقاسات تقريبا قد ايه؟ مش عارف صوت الكاميرا كان كام؟ لحظة واحدة راجع بسرعة كده، أين أنت أيها الرسمة والأبعاد؟ بسم الله، فين الرسمة؟ فين الرسمة؟ فين الرسمة؟ شكله لك كام؟ أهي كان السقوط من فوق 35 سم بالظبط، كانت الكاميرا 35 سم مظبوط ماشي. يبقى أنا هنزل إيه الارتفاع ده بتاعها 35 سم زي ما أنتم شايفين كده تمام. في حد بيسأل الجدران إزاي هايد؟ باشمهندس احمد، ما انا عندي هوليرات في الجنب اهي، بقفل واعمل كده اهو هايد من هنا ودوس كده بيظهر وتختفي اهي، ما عملتش حاجه اهو باللايرز هنا عندي تمام. اوكي طيب، يبقى انا كده خلصت الجزئيه دي. برضو البوكس اللي عملته اتنين ده هشيله كده، وابتدي بقى اجي ايه على الجزئيه بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها. الاخ ده كده اقول له تعالى بقى هات لي السيجمنتس دي، انا مش عايزها ديليت، والسيجمنتس دي ديليت، والسيجمنتس دي ديليت، وابتدي اقفل انا ايه الاجزاء بتاعتي كده، واقول له اعمل لي بقى في الفيرتكس اعمل لي كرييت لاين
تمام، واقفل بقى كده عشان ايه المشكله اللي كانت عندي دي. خلاص يبقى انا كده الكولومز ده لوحده تمام خلاص، واخرج اسكيب واقوم اعمل تاني كريت لاين من الكولومز ده كده واقفله، والويل دي بتاعي يبقى انا كده ظبطت الايه العمودين اللي هم عندي في الريسبشن. الحمد لله هم عمودين بس او ثلاثه اللي في الريسبشن عشان ما يطلعش روحي في بقيه الايه الاجزاء دي. اقوم واخد بقى كل ده كده ويلد اهو، وده كده ويلد، وده كده ويلد، وده كده برضو ويلد. اوكي خلصنا دول، شكرا. نطلع بقى ايه نقول له بعد اذن حضرتك تعالى كده. حاضر يا باشمهندس احمد، حاضر لحظه واحده. يبقى كده عندي العمدان اهي، واطلع برضو بنفس الامر بتاع الجميل اللي اشتغلته، اقول له اكسترود يطلع لي برضو نفس الكميه او نفس الارتفاع اللي هو 2 متر 75. طلعوا معاك هم مظبوطين 2 متر 75. لو فتحت الحيطان كده خلاص هتلاقي ايه، ادي قفلت الايه ها الجزء بتاع حضرتك زي ما انت شايف كده اهو، ادي الاوضه. طبعا الالوان مختلفه دي سهله يعني، الالوان دي ما ده يعني ده مش ماتيريال، ده كالرز بس للتفرقه فقط لا غير. وعندك جزء الكاميرا اللي فوق تمام، اللي احنا عملناه البوكس 1 و2. ادي كده قفلت الايه الجزء بتاعك ماشي خلاص كده. مش مهندس احمد بيسالني بيقول لي ازاي يظهر القايمه دي. القايمه دي يا باشمهندس تيجي من التولز، عندك حاجه اسمها سينكس بلولر، اول واحده فوق على طول تمام يا باشمهندس احمد، من تولز سينكس بلولر تظهر عندك على طول. اوكي طيب، طبعا هنا بقى دي لازم ترتفع لفوق كده، المفروض دي ارتفاعها عن الارض كام؟ ها دي تطلع كام عندي تمام كده، مش دي تطلع كام عندي؟ دي المفروض تطلع في الزد كام؟ 2 متر كام؟ 40 ولا اكتر يا باشمهندس احمد؟ تمام كده، المفروض دي 35، المفروض تكون اقل من كده ولا كده مظبوطه؟ لا كده مظبوطه، هم ارتفاع 2 متر 75 مظبوط صح. يبقى كده ادي الجزء اهو شايفينه كده، الجزء البارتيشن اللي جوه ده عفوا اهو شايفينه، يبقى الجزء ده اللي عندك كده جوه اهو، يبقى انا ده ارتفاع عندي بتاع الجزء ده تمام. يبقى انا كده مبدئيا طلعت الحيطان بتاعتي خلاص والعمدان، فاضل لي اخر حاجه بالمره عشان ابقى خلصت كل الجزئيه دي كلها، اعمل ايه؟ تمام باشمهندس محمد، فاضل عندي اخر حاجه خالص بقى السيلينج تمام. يبقى السيلينج عندي بقى هي اللي فاضله عشان اطلع بيها بالمره، افتح بقى كده السيلينج تمام اهي. اوكي بس السيلينج ده هاخد منها كوبي تمام، شيفت كده يا باشا واسحبها على جنب كده تمام، واقول لك اعمل لي ايه ها، ممكن اخليها انستنس او كوبي لوحدها، اخليها كوبي لوحدها ما عنديش مشكله خالص تمام. باشمهندس اسامه بيقول اختار علامه المايك اللي تحت، مش عارف في حد عايز يتكلم فويس؟ اوكي لا اخد الارض. ايوه يا باشمهندس، لا ده كان واحد يسال عنده صوت مش شغال، فبعرفه يشغله ازاي. تمام يا هندسه تسلم، الله يبارك لك يا رب، تسلم اتفضل. الارضيه بتاعتنا دي كده اقدر برضو نفس الموضوع بامر اكسترود، اقول له البلاطه بتاعتي البلاطه كان متفقين 25 سنتي اوكي، والسقف بتاعي خلاص هيبقى برضو كام ها 25 سنتي، برضو نفس الموضوع نفس الاكسترود بتاعي. يبقى انا كده خلصت البلاطه بتاعتي بتاعت الايه المبنى بتاعي. لما افتح بقى كل اللي انا عملته ده كله كده خلاص، الوول والدور، لا الدور لسه، الكولوم خلاص والمسافات اللي احنا عملناها، هتلاقي ده كده الايه الارضيه بتاعتك ايه مظبوطه شايفها. يبقى انا كده قفلت الايه ها المشروع بتاعي زي ما انت شايف كده بالظبط. ادي الارض، طبعا السقف هنا ممكن هنقله برضو، بس لو نقلته دلوقتي مش هشوف حاجه خلاص تمام، او ممكن انقله لك كده على طول ماشي اوكي. ونفتح السناب بتاعنا ونقول له تعالى كده ايه في مكانك يا عم السقف اوكي اهو، ناخده كده ايه نسقطه سناب هنا عندي كده اهو، ما عنديش مشكله خالص. يبقى انا كده قفلت الايه المشروع بتاعي زي الفل. وممكن بقى اخليه ايه بالامر بتاعنا الجميل كده، اخليه شفاف كده شويه خلاص في الشغل بتاعنا. يبقى انت كده شايف الايه التوزيع بتاعتك تمام اهي زي الفل، ما فيش عندي مشكله خالص في الارضيات. فده التيرس تمام بالظبط، التيرس ناخد التيرس عندنا فين فين اهو التيرس بتاعنا، ناخد الحاج تيرس كده بالظبط ونديله اكسترود تمام. الارتفاع بتاع التيرس هو واخد امر واخد جزء حديد تمام. انا اعتقد لو انا بصيت على الواجهه كده برضه عشان تبقى انت معايا صوره الواجهه، كنا حاطين صوره الواجهه فين في العماره؟ اي ثينك كنا واخدين صورة الوجايه اعتقد هنا، ممكن كده بص عشان تبص مع الوجايه، اعتقد ان الوجايه بتاعتي فيها فرفورجي في التيرس، فواخد ارتفاع هتلاقيه حوالي 60 او اقل من 60 سم، حوالي كام؟ يعني 40 سم تقريبا من الموقع على ما اظن، انا ما قستهاش بصراحه بس ممكن نبص عليها. يعني مثلا هنا في الوجه اهو لو انت خدت بالك ده مثلا بلكونه اهي
اهي فوق واخد في الفور جي اهو، شايفينه؟ تمام. فالارتفاع حوالي 40 سم، ده في الفور جي اهو كده تمام. طبعا الارتفاع كله بيبقى حوالي متر و10، فده حوالي كام؟ ده قول مثلا 50 او 60 سم، يبقى ده 40 سم. يبقى نطلع من البلكونه كام؟ 40 سم تقريبا. خلاص يبقى نطلع كده من البلكونه دي حوالي 40 سم تمام، عشان ناخد الايه الفرفور جي بتاعنا. ولا نطلع انا 40 كمان شويه، خليها 50 يا سيدي، يلا مش مشكله، انا لحد بس ما اجيب مقاسها بالظبط. 50 سم يبقى ده ارتفاع الايه التيرس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بالظبط يا باشمهندسين. يبقى انا كده فاضل لي بس الفرفور جي تمام بتاع البلكونه، واحط البيبان والشبيك. انا لسه شبيك طبعا ما عملتش فيها حاجه، خلاص زي ما انتم شايفين كده. اوكي، فعندك شباك هنا بس في الريسبشن وشباك بره، هما الشباكين دول فقط لا غير. تمام. اعتقد النهارده الحمد لله قطعنا شوط مش بطال، بدانا انتقلنا بقى للبرنامج الجديد اللي هو 3 دي ستوديو ماكس. تمام، هنكمل ان شاء الله الشغل بتاعنا. خلاص الساعه 10 بالليل، عشان طبعا اللي هيبدا بعد مني في ميعاده ما ناخروش. اوكي، اتمنى تكون محاضره النهارده لذيذه بسيطه، استفدنا منها معلومه كويسه. تمام، الحمد لله. الله يخليك يا باشمهندس زينب. طب الحمد لله، فضل من عند الله، الحمد لله رب العالمين. اوكي، مش هنسى طبعا نعمل سيف. ها، مش عايزين بقى نلبس في الحيط. ها، سيف. اوكي، الله يعزك يا باشمهندس محمد، الله يعزك يا رب، تسلم. العفو يا باشمهندس محمود، العفو يا رب. تمام، هنبتدي بقى اعمل سيف، ما انساش الموضوع ده. وخليني برضو يا باشمهندسين على الديسكتوب في نفس المشروع بتاعي. تمام، وهسميه برضو ايه؟ ابو بكر. تمام، فين الاسم؟ ابو بكر اهو، بس هو دروينج، انا مش عايزه دروينج، انا هخليه ايه ماكس. طبعا نشيل دروينج ده خالص تمام، عشان يبقى كده ايه موجود. اوكي، وسايبه في نفس مكان الشغل بتاعه. تمام، وده اللي انا بحب اعمله، انا كل مشروع عندي بيبقى ليه فولدر خاص بيه. تمام، فانا بخلي كل حاجه انا ببلوكاتي، بكل حاجه بالفولدر بتاعي. طب تمام يا باشمهندسه هنا، دي حاجه تساعدني طبعا. الماكس عمره ما كان في اي برنامج في الدنيا ليه رهبه، بس لو عرفنا احنا عايزين نعمل ايه. يعني انا يمكن قلت لكم في الماكس، انا بالنسبه لي طبعا الناس اللي خدت معايا ماكس قبل كده عارفين هم دول الامر اللي بشتغل بيهم. يعني هم كده كام دول بس، اكتر من كده مفيش حاجه خالص يعني في الشغل اللي عندي. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا لو انا عرفت انا عايز ايه. والكلام ده انا قلته من اول المحاضره، انا لو داخل عارف انا عايز ايه تمام، هتلاقي الموضوع سلس جدا فوق ما تتخيل. تمام، الناس اللي محسسك ان الموضوع واو الموضوع صعب، لا الموضوع سهل جدا جدا جدا. الله يبارك لك باشمهندسه رنا، الله يخليك يا رب. المحاضرات موجوده فيديوهات ممكن تحضريها. تمام، ولو في اي حاجه اساليني فيها تحت امرك، مفيش اي مشكله خالص يعني. مفيش خوف خالص يا جماعه، صدقوني الموضوع مفيش فيه خوف خالص 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 خالص. الموضوع سهل جدا 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 فوق ما تتخيل. تمام، وان شاء الله احنا المحاضرات الجايه تتابعوا الموضوع ده. احنا ممكن نشتغل في الماكس اقل ما احنا اشتغلنا في الكاد. يعني الكاد يمكن دخلنا في تفاصيل كتيره وابعاد وده خدنا وقت، انت ممكن تلاقي الماكس ما خدش معاك وقت، وشغلنا هيبقى ابسط كده بكتير باذن الله. تمام، الله يخليك يا باشمهندس محمد، الله يخليك. اصل الموضوع مش محتاج عكوا ليه يعني، مش معقوله تعقيد وخنقه. لا، المفروض انا بقى يعني المفروض دور المعلم ان هو يبسط المعلومه ويسهل عليك الدنيا عشان تقدر تستفيد. تمام، الله يخليكم يا رب. تسلمي يا باشمهندس سميه، الله يخليكم. اشكركم جميعا، واتمنى يكون الكل استفدت، واشوفكم على خير باذن الرحمن. المحاضره جايه بعد بكره باشمهندس رنا، احنا ميعادنا 2 و4 من كل اسبوع من 8 ل 10 مساء باذن الله. تمام، انتظركم على خير والقاكم على خير باذن الله، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.